يا نورهان نورهان مشان الله اطلعي، بدي اشوفك حبيبتي. وليد لك كتير اشتقت لك ولكرمال الله اطلعيك. لا تخافي حبيبتي لا تخافي، كأنه صوت عمك وليد. لك والله انا بحبك كتير يا نوران عشيشة قلبي انتي، انا بحبك يا حبيبة قلبي. وليد شبك شبك شو جنيت؟ انا ازاي مصنع اخد امك؟ قلي لها انه كتير بحبها. لك خلص اسكت، حاجة شرستنا بالحارة. لك ما رح اسكت، انا زي لون احكي، اجيت لحتى احكي مع حبيبتي. وينها؟ عمو وليد مشان الله توطي صوتك. لك نوران لك وينك؟ استنى انا طالعة لعندك. سكوت. لك وينك يا نوران؟ خلصنا من مراد، طلع لنا هاد. كل يوم بدها تطلع لي قصة بهالحارة. لك نوران انا بحبك، دعي يلا. لك اطلعي خليني اشوف وشك اللي مثل القمر. يلا عمو وليد شو صاير لك؟ جايين سفران كمان لهون على الحارة؟ لك قولي لأمك انه بحبك، بحبك كثير. انا ما راح اسكت، انا بحبها لأمك. تضرب انت والحب، بدك تجرسني بالحارة. سكوت. هيك الحب الحقيقي بيخليك تتبادلي كرمال اللي بتحبي. خلاص خلاص تعال امشي قدامي، فوت على السيارة. يلا فوت. لك العمى بعيونك، ليش شربان كل هالقد؟ ايه انا شربان، بس تسأليني ليش شربت كل هالقد؟ تسأليني شربت بسبب امي. اسكت بقى اسكت. كيف بدك ياها ترجع وانت بهالحالة؟ ليك سبات شوي وركز معي. ماشي. انا رايحة اطلب لك تاكسي وارجع. ماشي. ماشي مشان الله تسكت واستناني لارجع. يا نوران لك شو عمل؟ ليك شو عمل؟ وين امك؟ فوت على السيارة. تعا فوت وخلصني. فوت. حاجة فضحتني قدام الجيران، جرستني. عمو وليد اسمع، انا فايتة مشان اطلب لك تاكسي، بدك تستناني. انت بتحبني عمو؟ انا بحبك كتير والله بحبك. معناتها بتضل هون وبتسكت لبين ما ارجع؟ اتفقنا. رح اسكت. لك انا بحبك بس بدي احكي مع عمك. يا ربي شو هالمصيبه؟ لك شو قصتك انت؟ شو قصتك جايه تفضحني قدام الجيران؟ فوت وقعد بالسياره بقى. انا بحبك يا عمو. خلاص خلاص بقى خلاص خلاص بقى خلاص. ربي دخي لك شو هالمصيبه هي؟ ما بقدر اجبلها. يا ربي دخي لك خلصنا بقى. انا نام يا شو هاد، ولا لا اتصل بالشرطه هلا بتشوفوا. خاله ميسا مشان الله لا تاخذينا، خلص رح سكته. يا عمى يا منى اصلا غير سكرجيه. انبسطت هلا؟ فضحك. خلاص ولا تخليني اسف، اكف على نص خلقتك وخرسك. اضربيني انت كمان ما بيكفر. عمو وليد اسكت ولا تخليني اتركك بالشارع. اذا ضليت ساكت بدي اخذك لعنا تشوف امي. زين لشوفي زين، ضروري تجي لعنا وانت سكران. مالك خليك واقف هون استناني واصحك تحكي ولا كلمه. تخيلك يا ربي شي بيطلعوا لي سكرجيه وشي خريجين حبوس وشي مجانين، لك ليش هيك حظي انا؟ اصحك تتنفس، امشي قدامي، خلصني امشي. تحرك يلا خلصني. انا ما راح امشي من هون لحتى اخذ امك معي. فوت انقبر مشان الله. اسكت بقى عمو وليد اسكت. بدي سكر الباب، خليك واقف هيك ماشي. لك وبعدين معك عمو. لك انا ما بقدر اعيش بلاها. سكوت شو قلت لك؟ حاجتنا فضايح، بكفي اللي عملته بالشارع. بعدين مو عيب عليك تجي بهيك منظر؟ سكوت ولا حرف. ماشي ياسمين. أيه. انا كثير مبسوط. الشغل بالمطعم كثير منيح والزباين كثار. أيه. والمصاري بالهبل. ايه الف الحمد لله. اسمع بس ما عم بتهنى بشي بلا امك، الحياه بدونها ما بتسوى اشرة بصلة. سكوت. اسمع انا ما عاد فيني اتحملك، انا رايحه اسوي لك فنجان قهوه، تشرب قهوتك وبطلب لك تاكسي فورا وراح ابعتك على اوتيل. ماشي. لحظه ياسمين لحظه، انا ما راح اتزحزح من هون بنوب، اذا ما اجت امك معي ما راح اتحرك من هون. كيف بدك تاخذ امي معك؟ نسيت انكم مطلقين؟ يعني حتى لو قبلت امي انا ما راح اقبل.
كيف بدك تاخذها وهي مو على عزمتك؟ ايه برجع عزمتي فكرك ما بقدر يعني؟ هلا وين مشان اخذ رايها؟ وانا راح اطلب ايدها على سنه الله ورسوله. لكن فاكرين الشغله لعبه انت وامي ما بتفهموا؟ ما لكم شغله غير تتجوزوا وتطلقوا؟ بعدين امي ما عاد بدها ترجع لك، المخلوقه ما بدها اياك. ياسمين؟ مع مين عم تحكي بنتي ها؟ يو ولي خير شو جابك لعنا بهيك وقت؟ حبيبتي انا كثير كثير مبسوط. عيد امي عيد حبيبتي انت خلص وليد ما بصير تقرب علي هيك يعني لا لك جوزي ولا خطيبي. خلص هلا بنتجوز. وينه؟ لحظة جبت لك الخاتم كمان هو معي وافقي وبنكتب الكتاب. ايه في حدا بيطلب ايد وحدة بهالطريقة؟ خلاص 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 لك وين مقبور وعم تدعس من زين؟ خربت الدنيا ولا يوفقها لك ما أهلا مالك. خلاص خلاص هيك منيح. هلا عم بطلب ايدك على سنة الله ورسوله موافقة تتجوزي. خيرك موافقة. أعطيني هات أنا بلبسه هات لك روح الله يقطعك من بين العرسان. ما انك شايف شو مكتوب هون؟ جايب لي خاتم مرتك القديمة ولا؟ لا لك الله يعيش امي امي عيب عيب ما بصير تضربني. شو جايب لي؟ الله يسامحك يا عمو وليد، جايب لك خاتم عليه اسم مرتك القديمة؟ لك منين بدي اجيب لك خاتم هلا بنص الليل يعني شو ساوي بحالي؟ طلع الخاتم بوشي جبت لك يا معي. يعني هلا انت بطلتي تتجوزيني؟ بالعكس أنا موافقة بس عندي شرط. بدي خاتم عليه 5 ألماسات. شو بدك؟ لك مو بس 5 رح جيب لك ماس الدنيا كله. مو بترجعيني يا حبيبي. شو بدك؟ تضرب؟ لك أمي شو بدك؟ يلا شيري شو ما بدك تجهزي حالي؟ لوين رايحين؟ لك ما قلت لك من شوي بدنا نروح نزور قبرة لأمي؟ شو بكي؟ يعني المسكينة ما قدرت تشوف حدا من ولادها، على القليلة خليها تعرف انك حامل. مزبوط؟ ما ضل حدا غيرها لحتى يعرف، من غير شي امبارح فضحت حالي قدام الكل وفا عرفوا كلهم. بدهم يعرفوا طبعا. شو يعني الشغلة بتخجل لحتى نخبيها؟ مع انه لو هالكف كان بغير مناسبة كنت عرفت حسابي معك ها. بس مرقت. وشو كنت بتوقع مني؟ وقت اللي عرفت انك مبدل الحبوب اللي بقلب العلبة كنت رح موت من قهري منك. لك الناس الغرب انبسطوا وقت اللي عرفوا بهالخبر وانتي؟ وانا كمان كنت رح انبسط وكنت رح افرح كتير بس مو بهيك ظروف يا استاذ، مو بهيك ظروف ابدا. انت لهلأ ما وفيت قرش من الديون اللي عليك وبعد فترة بدك تفوت على الحبس كمان. بعدين معقول جيب اول ولد بهالطريقة اللي كله لفوا دورانه كذب؟ ما عم بفهم عليكي، لف ودوران شو؟ لك حاجة تكذب علي حاج؟ أنا متأكدة إنه أنت اللي غيرت الحبوب لحتى صار اللي صار. مو صحيح، أنا ما قربت على هالحبوب. لك قلي شو قصتك ليش هيك صاير كذاب؟ آه؟ كل كلمة والتانية بتتحشلي فيها شي كذبة، أنا شفت الحبوب بعيوني هدول، وشفت الورق اللي على الحبوب كان ملزق تلزيع عليها. حياتي بجوز المشكلة من شركة الأدوية. ليش؟ الشركة حاطة دابة بدابي يعني؟ ليش لحتى تبدلي الحبوب مشان أحبال؟ بليز لو أي أنا قرفت من هالأسلوب تبعك. بعدين شبك انبحت على أولاد فرد بحتي؟ ما أنك شايف وضعنا المبهدل يعني؟ لا وفوق هيك غشيتني وضحكت علي كمان. بس وحياتك ما رح مرق لك ياها. لك فهميني أنا مستحيل أعمل هيك عملي، يعني لو ضليت 100 سنة ما بتخطر لي هيك فكرة. لك مين؟ مين بده يكون؟ المرحومة أمي. مرت عمو؟ ايه حياتي. بتذكر مرة كنا قاعدين وعم نحكي وقلت لها حابب يصير عندي ولد، وقلت لها كمان انك مو موافقة على الفكرة. يعني صرنا نحكي بسيرة الولاد واني ما عدت صغير. قالت لي لا تضايق حالك يا ابني وانا بلاقي لك حل مشكلتك. وفكر انه بدها تحكي معك بجوز تقدر تقنعي. بس اتاريا كانت عم بتخطط لشي تاني وانا ما عندي خبر بتاتا. يعني وصلت معك انه تفتري حتى على امك بقبرة؟ ما بعرف شو بدي اقولك بس عن جد عيب عليك. لك المسكينة ما صار لها متوفية 40 يوم ولسه بدك تفتري عليها كمان؟ بعرف هالشي بس مو انت بتجيبي اكتر من علبة من هذا الدواء؟
يعني بتكون امي غيرت كل علب الحبوب. شو بين عزيزي شغلي مخي. مظبوط. ليش هيك يا مرت عمي؟ لك حتى بعد ما راحت حاطه نقره من نقري وبدها تنزعلي حياتي. لو سمحتي شيري ما تحكي عن مرحومه امي بهالطريقه. بعدين ما عاد فينا نغير شيء يعني. يلا قومي جهزي لي حالك وخلينا نروح على المقبره. مشان الله تركني بحالي، ناقصني كمان نروح على المقبره هلا من غير شي فت ومعدتي عم تلعي واستفرغت شي 100 مره. مو حلوه روحوا على المقبره هلا واستفرغ على قبر امك. ايه يلا يا قلبي منوس ساعد لك القطه. ميو 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 يا عمري. انا رايح حبيبتي. بدك تطلع بلا فطور حبيبي؟ ما عندي وقت، في ملفات ضروري راجعها قبل ما يوصل المدير. أي. وكمان بجوز يطول الاجتماع المسائي وما قادر ارجع بكير. تعشي انت والولاد ماشي؟ عمر يلا سلام. عمر استنى حبيبي، ما بيصير هيك، صار لك فترة كتير عم تتعب بالشغل. لك دايما عم بتروح قبل ما يفيقوا الولاد من النوم وفوقها ما عم ترجع المسا غير وقت اللي بيناموا. بتعرف كنت عم نايم ليس مبارح وحسيته كتير مقهور ومتضايق، وكان عم بيقلي انه بده يشوفك وانه هو مشتاق لك وما بده ينام لبين ما ترجع من الشغل ويشوفك كمان. انا كتير زعلت عليه. بس انا ما عم سوي هذا الشيء قصدا، هذا شغلي. طيب بعرف انه هذا شغلك، بس كمان لازم ترجع بكير شوي لنقدر نشوفك. يلا بلا ما احكي احسن، صار لي فترة كتير مقهورة منك، عم تطلع من البيت من دون ما تبوسني وقت اللي بتروح. ليش هيك متغير حبيبي؟ انا اسف والله عم بنسى. خلص حياتي ما في داعي تزعلي مني. ايه مين يا ترى؟ اكيد هي حنان. قلت لي حنان؟ مو تعطلت سيارتي فعرضت علي توصلني على الشغل لبين ما تخلص سيارتي من التصليح. هلا كملت. شو ما في تكاسي بالبلد يعني؟ خلاص وطي صوتك مو حلوه تسمعي. تسمعني خلاص خلاص، هي اللي عرضت وانا وافقت، وين المشكله يعني؟ برافو. صباح الخير، كيفك رفيف؟ شو جاهز؟ نسيت شنطتي جوا، ثواني وبرجع. صحيح عمر، امبارح المسا نسيت الجرافي تبعك بسيارتي. يسلم ايديك. كأنه عم تعذبي حالك معنا زيادة عن اللزوم، يعني كل يوم الصبح بدك تمرقي لتوصلي، وكل يوم المساء بتراجعي على البيت وبعدين بتروحي، وبعدين معك أو عدم المؤاخذة البنزين كتير غالي، حرام، حرام تضيعي وقتك وتصرفي كل هالقد، خلص ما في داعي توصلي، عمر بيعرف يدبر أموره، فهمتي؟ لا، معقول اتركه لحاله؟ بعدين بيتكون على طريقي، وكمان في كازية قريبة على البيت تبعي، لا تاكلي هم حبيبتي. سوري. تأخذيني تأخرت عليكي. باي رفيف. يلا حبيبتي بخاطرك. حترك لك السيارة تبعي حبيبتي، صلحيها ودبري أمورك فيها. قوي قلبك مثلي، ما شفتي شلون سئتها من آخر الدنيا لهون. والله مو هين علي اترككم لحالكم وروح. هيك لاني همكن شلون بدكم تضلوا لحالكم؟ مين بده يدير باله عليكم ويطبخ لكم هاد؟ عن جد؟ حبيبي خلص امرنا لله، بدنا ندبر راسنا. طمني تيتي. يلا توصلوا بالسلامة يا مواليد. الله يسلمك يا بنتي، إذا بدك تعي نوصلك الطريق. لا يسلم عمو، ليك الباص تبع المدرسة. الله معك. يلا حبيبتي خلينا نحن نتيسر. يلا طول بالك علي شوي، خليني ودع بنتي بالأول. خليني معكي.
الله معك حبيبتي. إن شاء الله يا بنتي بتلاقي اللي بيقدرك ويعرف قيمتك ويهنيكي. والله يا أمي حظي مو كل هالقد. خلص تيسروا أنتوا، مو حلوة نفتح حديث هلأ. يلا توصلوا بالسلامة. يلا خلص، يلا يلا باي. طلعي حبيبتي. عمو ولي ما بدي وصيك أمي هلأ، بقى ما أنتك ولازم تدير بالك عليها وسوق على مهلك، ما في وراكم شي. لا تاكلي هم يا بنتي، بتعرفيني ما بسوق بسرعة، طمني. عمو وليد بتعرف هي ثالث مرة عم تطلقوا وهلأ بدكم ترجعوا تتجوزوا، خلص يا ريت تخلصونا من هالقصة. ايه خلص يا بنتي لا تاكلي هم أبدا عبال ما نفرح فيكي. يلا وليد. صحيح بنتي، يعني أنا بعتبر حالي مام أبوكي بالضبط، يعني مشان هيك حابب أحكي معك وما بدي ضايقك. هلأ أمك حكيت لي عن غسان، بقصد هذا جارك المهندس، وقالت لي إنكم ناويين تتركوا بعض، بس خديها نصيحة من عمك وليد، روحي أحكي مع الزلمة ولا تكبروا القصة أكتر، عدوا مع بعضكم تفهموا على كل شيء، يعني حلوة لهي المشكلة. بعدين أمك شكرت كتير طيب بأخلاقه. طيب وما قالت لك أمي إنه قاتل واحد بزماناته وفات على الحبس من ورا هالقصة؟ يعني بجوز حكيت لي، بس أنا والله ما بعرف يا بنتي. يلا بخاطرك ماشي، توصلوا بالسلامة يا عمو وليد. الله معكم. اسمعي مني حبيبتي، صحيح أنا ما كتير أخذته على تيس معه، بس وحياتك هيك واحد مستحيل يكون مجرم وآذي أي حدا بحياته. وأنا كمان هيك قلت ونغشيت فيه مثلك بالأول. وبتذكر وقت اللي قلت له ياسمين بتحبك كتير اطلع فيني وعيونه عم تضوي جنب. شو قلتي أمي؟ يلا بخاطرك حبيبتي، ديري بالك على حالك. يلا خلينا نمشي. نزلي تعي لهون لشوف. تعي تعي. شو اللي قلتي هلا؟ ما هداك اليوم صرت تبكي وانت عم تحكي لي وقلتي ما فيك تعيشي بلا. ايه؟ انا تاني نهار رحت لعنده على البيت مشان احكي له كل شيء وفاهمه قديش تحبيه. مين طلب منك تروحي تحكي معه منك لحالك؟ ليش بدك تصغريني قدامه؟ والله من قهري وزعلي عليك يا بنتي لما شفتك متضايقه وعم تبكي ما قدرت اتحمل دموعك. طيب وهو شو قال لك بالضبط؟ شو جاوبك وقت اللي قلتي له؟ ما حكى اي شيء، يعني انا فهمت من عيونه، يعني وقف مثل اللوح وما حكى. هذا اللي صار. امي لا تخبي علي، بعدين مين اللي قالك تحطيني بهيك موقف سخيف قدام واحد انا تركته ومشي الحال؟ ماشي اللي زغرك يا بنتي، بعدين المسكين كانت حالته بتقسي لانه مدري بنت خالته ومدري بنت عمه كانت ميته، يعني ما اخذوا عطى معي بنوب. يلا حاجتنا حكي بقى خلينا نمشي. وما دريتي مين اللي ماتت؟ ما دريت، بس هو كان متضايق وقتها طبعا، المسكين وحداني ما عنده حدا يواسي ولا عنده حدا يوقف جنبه. شو ليك يا حبيبتي؟ اسمعي من امك، هو بحاجتك روحي وقفي معه وخليكي جنبه ماشي. اكيد هو قلبه محروق ليحكي معك بس ما بيسترجي، روحي لعنده. شوف شو ما في حدا هون؟ يا الله يا جماعة. يلا جاي نرمين. يا أهلا وسهلا. أهلين فيك. سراب اليوم أخذ إجازة وأنا كنت جوا عم حرك المامونية مشان ما تحترق بتعرفي. شو باينتك بتحب المامونية كتير؟ إيه والله كتير مشتهيها. وأنا كمان مثلك بحبها. أنت بتعرفي ما عندي حدا يساوي لي إياها إذا اشتهيتها. شو سراب ما بتعرف تطبخ يعني؟ وشو خصة هي؟ قصدي إنها ما بتعرف تعملها. هي مو كتير شاطرة بالطبخ وخصوصي بهيك قصص. قليت السميد بالأول منيح؟ ايه طبعا قليته منيح. وحطيت ما زهر بقلب القطر؟ بتعرف تعطينك هطيبة. حطيت شوي، يعني اتصلت بأمي وعملت كل شيء قالت لي اياه بالضبط. خليل انا جبت معي الرشاتة تبع أدوية بهجت وما رح اتضايق منك إذا ما حبيت تعطيه الدواء.
يعني خصوصي بعد اللي صار. لو القصة بس كرمال بهجت أكيد ما كنت رح أعطي الدواء، بس كرمالك رح مرق له القصة. يسلموا كتير، كلك ذوق. يلا رح أتركك مشان تأكل، رح أرجع بعدين بتكون زبطت لي الأدوية. طيب قعدي وكلي معي. يسلم إن شاء الله صحة وهنا. لا مو معقول تروحي هيك، بس دوقي. استني شوي، لا تروحي، رح جيب شوك وخبز. خليل ما في داعي، والله أنا فطرت وطلعت ماني جوعانة. ليكن امسكي هدول لشوف. يلا تفضلي على الأكل. يلا بعرف إنه القعدة مو على قد المقام، بس بدك ما تواخذيني. لا تحكي هيك، شو أنا غريبة؟ كيف ما كان الوضع ما رح خليك تروحي من عندي من دون ما تدوقي المامونية اللي ساويتها بإيدي. يلا تفضلي قعدي هون، قعدي مشان ناكل. طيب خلص رح أكل لقمة مشان ما تتضايق. يلا بلشي واعطيني رأيك بصراحة نرمين. بعرفك ست بيت شاطرة بهي القصص. خجلتني، يعني فيك تقول ماشي حالي؟ أنا متأكد، أكيد عم تطبخيها بالبيت كل كم يوم مشان الأولاد. لا والله خليل ما عم بطبخها، لأنه بهجت ما كتير بحب هاي الأكلات القديمة. ها خير إن شاء الله. لكن شو بحب جنابه؟ بحب الأكل الغربي. ذوقي وذوقه بالأكل أبدا ما بيتطابقوا. تعرفي إنه أنا وصيت عسى من بلدي خصوصي مشان المامونية؟ شو؟ كتير طيبة، يسلموا إيديك. صحة وهنا، بس هذا ما اسمه أكل. بدك تاكلي من كل قلبك مشان أعرف عن جد إنك حبيتي. خليل تفضلي. يلا خلص، صدقني أنا فطرت مع الأولاد قبل ما أطلع من البيت وماني جوعانة. يلا بس هي اللقمة، يلا بس هي اللقمة، خلص خديها من إيدي. يلا يلا نرمين. أيوة نرمين. صحة صحة نرمين. شو صار لك؟ صحة صحة شو صار لك؟ خليكي رح جيب لك كاسة مي. خليكي. شو هالورق؟ هاي الملفات فيها كل شيء عم تسأل عنه. وشو المطلوب مني؟ بدك تفهمها انه انت اللي جبت هالمعلومات. بجوز تقتنع منك وتتركني بحالي بقى. ها؟ اوعى تجيب سيرة قدامها انك بتعرفني، واذا شفتني قدامك بتدير وشك. عم تفهم؟ خلص ولا يهمك. طيب والملف اللي عطاك يا المحقق ما قدرت تستفيد منه ولا بدليل؟ حتى لو كان دليل صغير ممكن انه يفيدك بشغلك؟ لقيت فيه اسامي الناس اللي اشتروا نفس الصندوق اللي لقت فيه الشرطة جسة. ايه وطلعت بعرف حدا منه، واحد من الحارة. مين بيكون؟ يعني طالما ماني متأكد مستحيل خبرك بشي من هلأ، لأنه ما بدي إياك تتصرف من دون ما تخبرني ويروح فيها حدا بريء. تأكد ما رح أتصرف شي بدونك، بس بدي إياك تلاقيه وتحاسبه قبل ما يصير لي شي وموت. لا تخاف أنا عم بابا دول. بكفي بقى، أختي ماتت واللي عم بتساووه ما رح يرجعها. والمجرم لساته عايش، بدك يانا نسكت له بعد كل شي سواه مع أختك؟ خلص بكفي بقى، اتركوا الموضوع للشرطة. بابا حاجة ضيع وقتكم كرمال شي ما عاد يرجع. خلص خلونا نكمل حياتنا وننسى الماضي. أنا وأنت وغسان في ناس ما فينا نطلعهم من حياتنا حتى لو تركونا وراحوا، حتى لو ماتوا. بس أختي ما كانت تحب حدا فينا. قديش حاولنا نساعدها ونوقف جنبها بس هي ما رضيت، وبالأخير نزعت كل حياتنا وحملت حالها وراحت. مزبوط بابا ما هيك؟ لو عن جد كانت بتحبك ما كانت خلتك تتعذب. وانت غسان مالك متذكر كيف آخر مرة قلعتك وقالتلك لا بقى تتدخل فيني؟ مالك متذكرة كيف كان وضعها وقتها؟ كانت تحت تأثير المخدرات وانت بتعرفي هالشي كتير منيح. غسان عم يحكي مزبوط يا بنتي، كانت عم تتصرف هيك بسبب المخدرات. بنتي بنتي اللي كانت مثل الوردة فداء، كانت مثل الملائكة. انتو ليش ما بدكم تستوعبوا؟ لا تزودوها، اختي غلطت ودفعت ثمن هالغلط. شو ما عندك شغل قومي.
روحي على شغلك وتركينا أنا وغسان لحالنا. في مواضيع كثيرة بدنا نحكي فيها. تصطفلوا، أنا حبيت أنصحكم. مين انت؟ مين بدك؟ انا حمزة. اهلين سيد حمزة. مرحبا. يا اهلين، تفضل فوت، تفضل. تفضل على الصالون، تفضل. لا لا لا، ما تشلح من رجلك، لسه ما نظفت البيت، تفضل. خالي نورهان مو هون؟ أمي رجعت اليوم على بيتها. شو بتحب تشرب، شاي ولا قهوة؟ لا لا ما في داعي، ما بقدر طول. جبت لك المعلومات اللي طلبتيها. صحيح تعذبت شوي، بس بصراحة لقيت كتير شغلات. عم تحكي عن جد؟ شو في بقلبه لهذا الملف؟ كل شي حابة تعرفيه عن جميل كونسول موجود بهذا الملف. لا معقولة جبتهم بهالسرعة؟ عن جد بتشبه محققين السينما. أمي قالت لي هالشي إنه حضرتك تقدر تجيب أي شغلة بدنا إياها وعن مين ما كان. شغلتنا بدها علاقات منيحة مع ناس مهمين ومن كل الجهات، وأنا علاقاتي منيحة. قرار من المحكمة. هي لمرته هناء كونسول. قدم الطلب للمحكمة مشان تغير اسمه. عملته هناء بدل جيداء يعني؟ أي، وتأكدت من دائرة النفوس. الظاهر سموه على اسم عمتها وصار خلاف بيناتهم، قام غيرت اسمها لهناء. وهي ورقة بتثبت وفاة بنتهم الصغيرة داريا، كان عمرها سنة ونص، وقعت عن الدرج وماتت. جميل حكى لي نفس الحكي، بس أنا ما صدقته وفكرته عم يكذب علي. الظاهر إنه الزلمة كان عم يقلك الحقيقة، والملفات عم تثبت هالشي. وأنا ظلمته للمسكين معي. يا الله، بعتذر لأنه عذبتك معي هيك على الفاضي. لا ولا يهمك. هلأ أنا بعرف منيح قديش تعذبت ودفعت من جيبتك لحتى جبت لي المعلومات. مدام ياسمين عن جد ما في داعي، ما تعذبي حالك. ما لا بس أكيد الوراق مو ببلاش وما برضى تدفع من جيبتك. خالي نورهان بمعزة أمي ونحن كتير منحبها. بترجاك تاخدهم، عن جد أنا ما رح أرتاح غير إذا أخذت المصاري. خلاص قلت لك ما رح أخذ أي شيء، وإذا لزمك أي شيء تاني اتصلي فيني فورا وإمتى ما بدك. رقم موبايلي موجود عندك. طيب سيد حمزة تفضلي، لازمك شي تاني؟ في مهمة سرية تانية وبدياك تساعدني فيها. مهمة سرية؟ ايه بالضبط. هلأ صحيح رح تكون قلة ذوق مني لأنه ما أخذت مني مصاري، بس أنا مالي حدا غيرك لأحكي له. في حدا بيهمني بس بحسه مخبي عني شغلات كتير، ولأرتبط فيه لازم أعرف عنه كل شي بالتفصيل، وما عندي غيرك لحتى تساعدني بهاي القصة. مرحبا أنا مراد، أمي وأبي ما نم بالبيت وأنا كمان، يا ريت تتركوا لنا مسج ومنتصل فيكم. مراد كيفك ابني؟ أنا خالتك سعاد، صار لك فترة مبين لهيك قلقت عليك، سويت لك كيك بالتفاح اليوم. امرأة لعندي المساء، أو إذا بدك بكرة اشتقت لك وبدي شوفك. ست سعاد أنا جميل. مساء الخير سيد جميل. بصراحة قلقت على مراد، صار له كذا يوم مبين بالحارة. صحيح لأنه تعبان شوي، أنت لا تشغلي بالك، شوية برد. بس فيني أعرف ليش مهتمة فيك للقد؟ مو مشان شي، بس الولد ساعدني كذا مرة واجا لعندي على البيت، وبصراحة أنا حبيته، باينته ولد عائل. مراد لا له من جيلك ولا بيقربك. يا ريت تلاقي لحالك رفيق غيره، ورجاء لا تقربي عليه مرة تانية. تصبحي على خير.
مراد 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 في يلا حبيبي في مراد يلا قوم في انت ايش الساعة؟ الساعة 12 لك بابا انا بدي اروح المدرسة. خلص ابني بلاها المدرسة هالكم يوم، انت تعبان ولازم ترتاح. يلا يلا على مهلك عود. يلا اشرب هي لشوف. بابا ليش ما بتاخذني لعند الدكتور؟ ما في داعي للدكتور ابني، اخذ شوية برد. ها اشرب لشوف، الزهورات منيحة لك وحطت لك فيها عسل وبكره بتصير تمام. يلا اشرب. يلا بابا يلا لشوف. مراد الشرطة أكيد بدها تعرف إنه أنت اللي كسرت شبابيك بيت ياسمين. كنت كتير متضايق، غصب عني سويت هيك. والله بعرف يا ابني، بس لما الشرطة تعرف ما رح تفهم الشيء. بدون يحبسوني يعني؟ احتمال كبير. لو تسمع مني يا ابني عم قلك خلينا ننتقل من هون وننسى وجع الراس. ما بدي، أنا مو حابب أترك بيتنا وحارتنا. قصدك مو حابب تبعد عن ديما ما هيك؟ مع أنه هي ما لا مهتمة فيك. يلا اشرب اشربك. بسيطة، إذا بدك فكر بحكي وبعدين بتقرر، وإذا غيرت رأيك فينا ننتقل من هون بنفس اليوم. يلا لشوف حبيباتي ناموا. يلا تصبحوا على خير. ولا بس أنا ماني نعسان. وأنا كمان مو نعسان. ما بدنا ننام هلأ. بعدين معك أنت وياه. خلص حطوا راسكم على المخدة وغمضوا عيونكم ورح تشوفوا منامات حلوة كتير بس تناموا. يلا يلا قيصات خليني أعصب ماما. لا ما بدنا ننام هلأ. ما بدنا ننام هلأ. سكتوا سكتوا لك سكتوا بقى سكتوا سكتوا. يلا ناموا. ليس سكت وطوا صواتكم هلأ بتفيق. أنا ما رح نام، رح تيجي بابا على البيت. أبوكن عنده شغل كتير وبده يتأخر وما بصير تسهروا لو أنا. بدي بابا. خلص. وطوا صوتكن هلأ بتفيق. نانا اسكتوا واسمعوني منيح. إذا سمعتوا كلامي ونمتوا بكير رح أقول لأبوكن إنه الأولاد صايرين كتير عاقلين مشان ياخدكن على الملاهي، ورح يقضي معكن كل يوم العطلة بمدينة الملاهي. اتفقنا؟ بس إذا ما نمتوا هلأ وبلشتوا تعلوا صوتكن رح تفيق أختكن نانا ورح تخلوني اتضايق منكن كمان، ورح خبر أبوكن إنه أنتوا ما بتسمعوا الكلمة أبدا، وقتها ما في ولا مشوار. برافو كتير منيح، ما بدي اسمع ولا صوت. صباح على خير. يعطيك العافية حبيبي. مساء الخير حياتي. مشان الله حبيبتي لا تقولي لي انه كمان اليوم جايينا ضيوف. لا انا جهزت العشاء كرمالنا نحن الاثنين، ونيمت الاولاد عبكير كمان. مالي بصدق حالي؟ بشو عم بتفكر حبيبتي حلوة؟ ولا شي، بس حابة اتعشى عشاء رومانسي مع حبيبي اللي اشتقت له كتير. فيها شي هالقصة؟ طبعا لا. يسلموا ايديك. شو صار لك؟ ما بعرف، بس كأنه شميت ريحة ما كتير ظريفة. أنا استفرغت عتيابي من شوي، بس وحياتك نظفته منيح. خلص حياتي. شو حبيبي؟ ريحة كتير طالعة؟ يعني بعرف ما كتير طالعة، بس كأنه ريحة. خلص حبيبي خلينا ناكل.
بس طول اليوم كنا عم درس الأولاد وعم بشتغل، بعدين نيمتهم، بعدين طعمت نانا ونيمتها، ولما خلصت شغل جهزت العشاء ما ضل عندي وقت مشان اتدوش وبدل ثيابي. حبيبي خلص حبيبتي خلص، انا ما عم قلك شيء. اي مزبوط ما قلت لي شيء، بس ما شفت حالك كيف قلبت وشك وقرفت مني. اوه لك شو هالعشاء اللي بياخد العقل هاد. العشاء بياخد العقل بس انا بقرف، ما هيك حبيبتي؟ ليش مصرة انك تقلبي لي حكي؟ حبيبي انا كمان حابه اكون مرتبه طول الوقت، وروح على الكوافير كل يوم وزبط شعري واتمكياج مثل بقيه رفقاتي، بس والله ما عم لحق. بصراحه انا كمان رايي انك تهتمي بحالك شوي. انا ما عم بحكي هذا الشيء مشاني، عم بحكي مشانك انت، ومنه بتتغير نفسيتك كمان. خلص روقي حبيبتي وخلينا نقعد ناكل. ماما ما عم بيجيني نوم. وانا كمان ماما. خلص حبيبي عود وتحشى، مالي جوعانة، خليني افوت وشوف الولاد. عم نفذ حكي الدكتور تبعي بالحرف وعم باخذ الادويه كلها بانتظام، بس ما عم حس حالي عم بتحسن. معلش حبيبي طول بالك، بجوز الادويه بدها وقت اطول لتاخذ مفعوله. معقوله انت اللي عم تحكي هذا الحكي؟ شو نسيتي اني دكتور؟ صار لي فتره منيحه على الدواء والمفروض تبين النتيجه. خلص هلا بتروح لعنده وبتحكي معه وبتفهم منه كل شيء. بصراحه ما عاد اوثق فيه كثير، وعم فكر استشير دكتور ثاني، وبدي اعيد كل التحاليل من اول وجديد. ايه مثل ما بدك. امل بهزات، بدي احكي مع امل شوي وبرجع لك، ما بطول. رح نتاخر على موعد الدكتور نرمين. بس دقيقتين. مرحبا امل، كيفك؟ صار لي فتره طويله ما شفتك. اه ليش؟ امبارح شفتك شو بنا؟ شفتك بالصيدليه، مع انه الوضع اللي شفتك فيه ما كتير بسيطه. صحيح نرمين، من امبارح وانا هي القصه ما عم تروح من بالي. هذا الصيدلاني اللي اسمه خليل، مو هو نفسه اللي ضربه جوزك من فترة؟ لك هذا اللي اجا وحضر الأربعين تبع حماتة لزيزي. لا ما بقصده، بهجت ما ضربه، بس الضربة اجت بوشه بالغلط. آه معناتها جوزك ايده تقيلة كتير مع انه صحته تعبانة. وبدك صدقك أمال، خليل الصيدلاني بيعرفنا من فترة طويلة ونحن من نفس الضيعة، واليوم بالصدفة هو كان عامل مامونية ودوقني إياها مشان شوف كيف طالعة معه. طيب وإذا دري جوزك ما رح يضربه مرة تانية؟ جوزي بيعرف كل شي عم بعمله، وقلت لك خليل مانو غريب بنوب، وكتير أحيانا بيصدف إنه منلتقى مع بعض ومندردش شوي، يعني منحكي لبعض كل همومنا، يعني فيك تقولي أصدقاء. حلو والله، وليش ما بتفضفضي لجوزك وبتحكي له إذا في شي؟ طبعا عم بحكي له. لا تطلعي فيني هيك، أنا ما سويت شي غلط أبدا. اللي بيشوف تطليعاتك هي بيفكرني والعياذ بالله. أكيد بيفكرك أنت عم تخوني. نرمين رح أقلك نصيحة كثير مهمة حبيبتي، لازم تعرفي شو هي الخيانة بالأول. الخيانة مو مثل ما أنك مفكرة أبدا، لازم تعرفي إنه الخيانة بتبلش من هون، يعني وقت بتحكي خصوصياتك وخصوصي لرجال عزابي وتسمحي له يقرب منك بهي الطريقة، من هون بتبلش الخيانة. نرمين نرمين يلا بقى رح نتأخر على الدكتور. كيفك أمال؟ أهلين بهجات، أهلين، كيفك؟ لهيك اسمعي مني وانتبهي منيح وبلالك هالعلقة كلها، وإذا بدك تاكلي مامونية بلا ما يشوفك بهجات أحسن لك، لأنه إذا شافه يمكن يقتله للزلمة. كل شيء معدن معك؟ معي الموبايل والمفاتيح وحطيتهم هون. طيب رح حط المصاري الفراطة كمان. منيح هيك؟ لو سمحت ارجع امرق من تحت الجهاز لنشوف اخر تبعه. اي لا الظاهر الجهاز تبعكم فيه مشكلة لانه عم بيزمر على الفاضي. خليني فتشك لو سمحت. لك شيل ايدك عني، شو وين قاعدين نحن؟ اذا القصة هيك انا ما بدي فوت على المول وخلصنا. سيد لؤي،
فراس خير، شو المشكلة؟ ما بدهم يفوتوني لجوا يا زلمة. بس هيك النظام عنا أستاذ، وأنا مو عاجبني هالنظام كله. إيش أنا فايت على شي فرع أمني لحتى معقدين كل هالقد؟ خلص عادل، أنا بعرفه للأستاذ، خلص خليه يفوت. تفضل. شكرا لك. منيح والله، بصراحة ما كنت بعرفك مدعوم كل هالقد. لا سيد لؤي، أنا عم بشتغل بمحل بقلب المول، يعني لهيك الشاب بيعرفني. تعرف لو ما اجيت انت هلا كنت طعميته بدن مرتب وحملت حالي وطلعت، لانه عن جد طلعني من جلدي. شو هالمعامله؟ تقول عم نشحد منهم يعني؟ خلص مو مشكله، ما رح اطلق اكثر من هيك. يلا بالاذن منك انا لازم اطلع على المحل. لحظه شوي، اذا ما عندك شيء ضروري شو رايك تيجي تساعدني شوي؟ لانه بصراحه ما بعرف اتفتل لحالي بالمول. شو بدك تشتري؟ يعني العاب ولاد صغار. انا ما كثير بفهم بالالعاب، بس مو مشكله رح دلك. والله ما في منك انت. قديش عمره الولد؟ لساته بطل أمه. باينته ولد. أكشي أخي؟ شو رأيك بهاي؟ لا ما أنا مناسبة كتير، يعني هاي خرج ولد عمره شي 3 سنين. أنت لازم تشتري له شي خفيف، يعني دباديب ولا كلاب ولا طابات. لا أنا ما بحب هيك قصص، بدي إياه يطلع شاب قبضاي قوي ما بيخاف وما بيهمه شي بنوب. يعني الدباديب هاي شغل البنات والنعنيع. شو رأيك؟ لك شو كنت عم بحكي معك هلا؟ ما بحب هيك قصص، هي خرج بنات مو ولا. بعدين شكله ما كتير باينته رخيص. طمن ولا تفكر بالمصاري. ها بدي اياك تنقي لي اغلى قطعه، لانه هذا ابني وقد ما صرفت عليه ما عندي مشكله. شو ابنك انت؟ ايه. شو لسه ما دريت بالموضوع؟ انا رح صير اب ورح يصير عندي ولد لك يا حبيبي. لا 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 مستحيل اقبل بهذا الشيء. معقوله ما تاخذ شيء بعد كل هالتعب؟ طيب ماشي، يسلموا ايديك، بتشكرك على كل شيء. اوكي وانت كمان سلم على الاهل. مع مين كنت عم تحكي امي؟ وشو هاد الظرف؟ مع حمزه، هذا اللي ساعدنا. لك هذا اللي جاب لي معلومات عن جميل. كنت عم بحكي معه. ديما انا ما قلت لك انه طلبت منه يسال لي عن غسان ليكون المعلومات؟ والله ما عم صدق امي. هلا انت عم تحكي من كل عقلك؟ ليش بنتي وين الغلط بالقصه؟ الزلمه ايده طايله وبيقدر يعرف شو ما بده. شوفي هاي جاب لي كل شيء بيومين. شوفيهم انت، انا قلبي رح يوقف. روح انت وقولي لهم عم اهله، انا هلا بلحقك. بس ثواني لحط الكيك بالفرن. ليش انا بقدر شوفهم بنتي؟ لك انا ما بقدر اقراهم لحالي. عم قلك رح يوقف قلبي. انت عم تفكري بالكيك اكثر من امك، عن جد مو معقوله. الله يوفقك، طولي بالك، اذا تركته هلا بينتزع. هلا هذا اللي طلع معك بالاخير؟ عم قلك هالوراق رح تحدد مصيري انا وغسان وحضرتك. كل اللي هامك هو الكيك؟ طلع الغريب احسن منك. خلص تركي من ايدك هلا. عمرينه الكيك شو اهم من امك؟ امسكي لشوف. انا ما بقدر اقريهم. يلا حبيبتي بسرعه، يلا بنتي، يلا خفي ايديك، طولي بالك. دخيلك يا ربي دخيلك. يلا بنتي يلا. صحيح نسيت خبرك، اذا شفتي شيء ما كتير ظريف غمضي عيونك. ماشي حبيبتي؟ الله يستر. ميرسي لك على الشبر. اقرا لك ياهم ولا ما بدك؟ اقريهم يلا اقريهم. ديما بس اقري على مهلك مشان افهم منيح كل كلمه عم تقريها. بنتي اقري كل شيء مكتوب، لا تنسي ولا كلمه، خلينا نفهم كل شيء بالتفصيل. والله خلاص فهمت. ان شاء الله ما يكون في شيء. يا رب دخيلك يا ربي دخيلك. شو بنتي في شيء مو منيح؟ ديما عجبي شوي، شو بكي رح تجلطيني؟ ها شوي شوي. لك شو عم تحفظيهم بنتي؟ شوفي يلا بنتي احكي، شوفي بالوراق. ديما كنت عرفانة، يا الله كنت عرفانة. شوفي يوم لك احكي شو مكتوب بالوراق، احكي. امي في خبر منيح والخبر الثاني مو منيح. انا بدك احكي لك بالاول؟ احكي لي المنيح بالاول. لا الثاني، احكي لي اللي مو منيح، لانه بس اسمعه رح اتضايق
وبعدين الخبر المنيح بده يفرحني. طيب الزلمة اللي قتله عمو غسان كان واحد شرطي، هو مسك عمو غسان، عمو غسان كان عم يبيع مخدرات. كيف يعني؟ وكان عم يتاجر بالمخدرات كمان، وفوق هالشيء قتل واحد شرطي؟ ما عم صدق. كنت مفكرته بس مجرم، طلع كمان تاجر مخدرات. دخيلك يا ربي، ليش هيك حظي؟ يعني هي القصة، لك هذا البطيخ الملف اللي عطوني اياه طلع كل شيء فيه مزبوط؟ مزبوط هيك المحقق قال لي، بس انا ما صدقت هالشيء عن جد. هيك كتير لك بنتي، انا حاسه انه كل هالشيء مو معقول يطلع صح. الله لك، خلص خلص رح اهدى. ايه الخبر الثاني، قولي لي شو هو الخبر المنيح. دخيلك يا ربي يكون بريء. يلا ليش ساكته؟ احكي. ما في خبر منيح امي. كيف يعني؟ مو انت هيك قلتي لي، انت قلتي لي انه في خبر منيح. بصراحه كنت خايفه عليكي وحكيت هيك بس مشان تهدي، يعني مشان ما تنصدمي فيه. بس تعرفي ديما شو عم تحكي؟ لك رح يوقف قلبي، بس في شي من جوا عم بيقول لي انه بريء. بجوز تكوني نسيانه شي. لا اكيد في غلط بالموضوع. امي شوفي، هي صورته لعمو غسان نازله بالجريده، كمان كاتبين فيها كل شي صار وكيف مسكوه. عرفتها؟ لك لك هي هي. انا ما قلت لك لما رحت مع امل وحطيت نظارات سود مشان راقبه لغسان بالملاهي، كانت معه صبيه. شوفي ليك بالصوره، اسمها جمانه. انا متاكده انه هي هي. بس شو كانت عم تساوي معه؟ ما بعرف شو عم يصير. بمين بدك تتصلي؟ بحمزة، هو اللي رح يعرف لي شو القصة ورح يجيب لي عنوانه ورح أعرف شو الموضوع. أمي ولا شو بدك عنوانه للبنات؟ لازم أعرف الحقيقة بنتي، لازم أعرف شو صار معه. في شي من جوا عم بيقلي إنه بريء وإنه مو مجرم، لازم أعرف شو القصة. وإذا صار عندك العنوان وقامت هي وحكيت لك نفس الحكي، شو بدك تعملي وقتها؟ وقتها ما بقدر غير سلم أمري لله وحاول أنسى. كانت رفيف حاسة أنه جوزة بطل يحبها وهالشي ضايقها كتير، وكانت خايفة من هالكابوس. وليكو تحقق في حدا بده يأخذ منها جوزة، يا أما بتقبل بهالشي وبتقضي كل عمرها مقهورة، يا أما بدها تلاقي لها شي طريقة ترجع فيها جوزها. ورفيف مانا ضعيفة لتستسلم بسهولة، مشان هيك اختارت الحل التاني. حبيبتي وين حطيتي الليفة الجديدة؟ هي اللي بالحمام اهترت. بدرج الحمام. شو؟ كأنه بلشتي تتوحمي شيري؟ ليكي إذا مشتهية شيء قليلي وأنا رح جيب لك إياه فورا. إيه في شغلة شفتها بتشبه الليمون، خضرة وحامضة مثل الليمون وقلب أصفر، فيك تسأل عنها وتجيب لي إياها؟ هلأ معقول عم تتوحمي على شغلة مانك أكلتيها بحياتك؟ شفتها اليوم الصبح على التلفزيون ببرنامج الطبخ واشتهيت عليها. ايه طيب طيب خلص رح جيب لك اياها. هلا دبري لي حالك بالليمون ماشي حياتي؟ اذا كانت بنت بتشتهي الحلو، واذا كان ولد بتشتهي على الحامض، مو هيك بيقولوا؟ يعني اكيد انت حامل بولد، ما رح سميه على اسم المرحوم ابي، شو رايك؟ بليز لؤي ما بحب هالحكي الفاضي، كتير رح تفرق يعني. اكيد بكره بتشوفي. يلا لكن انا فايت على الحمام. بس دير بالك ولا تجاجئ الحمام مثل العاده، ماشي؟ زيزي ما لقيت الياف، شو وين حاطط الطيون؟
لك حبيبي شو عم تساوي بالصالون هيك؟ فوت على الحمام هلا بتاخذ برد. يلا فوت على الحمام وشغل المي السخنه وانا رح ادور لك على الليفه وجيب لك اياها. ايه يلا فوت يلا. دخيل الحلو اللي بخاف على صحتي لك تقبشيني تقبشي قلبي ما احلاكي. شو بدك؟ خير شو جابك لهون مرة تانية؟ شو بدك؟ انتي كيف بتعملي هيك شغلة؟ روح لهنيك روح خير ان شاء الله. ليش انا شو ساويت؟ انا كنت رح انطرك رح تتطلعي من جوزك وقلنا بدنا نعيش مع بعضنا مبسوطين بس انتي هلا حامل. قلتلك ارجع لورا ولا تعلي صوتك فهمان؟ ولا تقرب علي احسن لك. انت سكران سكران مبين لانه ما حدا عاقل بيحكي هيك حكي. انت نسيان اني انا مره متزوجه ومن حقي اني احبك؟ لا ومن حقك خلص وطي صوتك. انت دمرتي لي حياتي كلها دمرتيني انت. منيح مشان بطل تحوس حوالي وتتركني بحالي. يلا تصبح على خير. استني ما رح خليكي تفوتي بدي احكي مع جوزك وفهمه كل شيء. انا شو بدك تفهمه؟ شو بدك تفهمه؟ روح بدي اقول له انه انا بحبك كثير بحبك. روح قول له انه انت لازم تمشي معي انا لانه هو ما بيستاهلك ابدا. اسكت خلص. انت ناوي تخرب لي بيتي يعني؟ ليش مين قال لك انه انا بدي اعيش معك؟ انا بحب جوزي ابو ابني وبدي ضل معه. فهمت علي؟ لا انت غلطانه. انت عم تحكي هيك لانك خايفه بس ابدا ما تخافي. أنا رح واجه وأحكي له الحقيقة كلها. يا لا تصرخ بوس إيدك تروح من هون. إذا بتعزني روح من هون. حبيبتي زيزي بدي أحكي مع جوزك بالأول وغير هيك ماني متحرك ولا خطوة. تركيني فوت. طيب ماشي أنا فايتة اندهلة للوقي وتصطفل منك لإله. خليك هون وأصحك تتحرك. خليك أنا رايحة مشان اندهله. ليجي حكيني. لؤي شو جبتي لي الليفة؟ حبيبي ما لقيت الليفة الجديدة. دبر حالك بهي. هي مهترية حياتي ما بتنظف منيح. لا حياتي بالعكس هي كتير منيحة. بعدين ليش المي هيك ضعيفة حبيبي؟ ما قلت لك اصلح المي السخنة على الأخير؟ لا ما رح استعمل هالليفة خلص أنا طالع لكان. اصحى ما قلت لك انه لازم تتدوش منيح اليوم؟ هلا انت اول مي سخنه واعمل لك زومين ثلاثه شامبو وغير هيك ما رح نايمك عندي بالاوضه وبعدين رح ساعدك بالتليف. ايه عم تحكي عن جد حبيبتي؟ ايه حبيبي عن جد. رح طفي الغاز وارجع لك فورا. ماشي يا عيني يا عيني. لو أي تعبان وبده ينام فيك تجي لعنده بغير وقت وتحكي له اللي بدك اياه. يلا تصبح على خير. لحظة شوي أنا فكرت منيح. أو شو طلع معك؟ كنت عم فكر أنا إنه هذا الزلمة ما بيسالك لا أنت ولا ابنك. ما هيك متذكرة كيف نزل فيك ضربة ديك المرة؟ تخيلي يضربك وأنت وابنك كمان. ما تقرب علي هيك ولا تعلي صوتك. وبعدين مين قال لك إنه رح يضرب ولادي؟ شو شايفه مجنون؟ ايه معبى مجانين هو وانا مستحيل اتركك تعيشي معه. هلا بدنا نهرب هلا وبس تطلعي منه رح نتجوز دغري وانا رح اربي ابنك كانه ابني انا. لك ليش لحتى احرم ابني من ابوه وخليك انت اللي تربيه؟ شو انت جنيت يعني؟ عن جد جن على الاخر. لانه بحبك اكثر منه عم تفهمي؟ ليك فراس انا عن جد مو حابه اجرحك بنوب وكبر بالحكي معك بس انت عم تجبرني. انت لساتك ولد صغير كتير بنظري ومستحيل فكر فيك. عم تسمع؟ اذا قصدك على المصاري ليكني عم بشتغل وكمان زودوا لي راتبي. اسمعي لك اسمعيني زيزي بعدين خايف عنده بيت صغير كتير ورح نقعد فيه بلا اجار وبالراتب اللي عم بقبضه من شغلي رح ندبر كل امورنا. انت شو بكي؟ انا بعرف انك موافقه لا تبكي حبيبتي. زيزي لك شو وينك انت؟ احترق جسمي تحت المي السخنه. شو وين راحت هي؟ بدك تعرف ليش هيك عم ابكي فراس؟ بعرف لانه الحكي اللي حكيته اثر فيكي. لا هلا بده يجي لؤي
وراح يشوفني عم بحكي معك بهيك وقت متأخر، وراح يشك انه في شي بيناتنا، واذا صار هالشي راح يفكر انه حتى الولد اللي ببطني مو هو ابوه، يعني راح يضل من دون اب وراح يتربى يتيم، ومشان هيك انا مقهوره وعم ابكي. بس انا راح عايشك عيشه احلى من هذا اللي معيشك اياه، انا بعدين صار في عنا بيت. لك ليش ما عم تفهم علي؟ شو بدي بالمصاري وبالبيوت؟ انا ما بدي غير انه ابني يعيش ويربى مع ابوه. ليش بدك تنزعلي كل حياتي وتخليني انا وابني نتشنشط من هلا؟ ليش؟ كيف بتحبني وبدك تدمر لي حياتي؟ حبيبتي زيدي انا ما قصدي شيء، ما قصدي ضايقك. بس ليكني تضايقت، واذا ضليت واقف هون اكثر من هيك رح تنزعلي كل حياتي. اللي مثلك لا بيعرف يحب ولا عنده ضمير وما بيعرف غير الاذى. تركيني من وصلني ساعه. شو صاير هون؟ ما تواخذني سيد لؤي. خير؟ أنا اليوم الصبح وقت شفتك نسيت إني خبرك و حبيت إجي مش عم بارك لكم مشان الولد. لك عن جد تسلمني، شو إنك مزوي. يسلموا لك. قديشك فهمان ومحترم، مو هيك يا زيزي؟ ايه. ما تواخذوني اذا ازعجتكم، تصبحوا على خير. لا لا ولا يهمك، لا تحكي هيك. صحيح بكره بس يجي الولد بدك تجي تزورنا، انت هلا صرت واحد من العيله. ها طبعا بيجي سيد لؤي اكيد. حتى وقت اللي منحاول نلاقي طريقة جديدة لننقذ فيها حياتنا الزوجية، بتلاقينا منرجع لمهمتنا الأساسية ومنضل نشتغل لآخر نفس وما منضيع لحظة. عندك بهذا الوقت؟ خلاص تركني بروح على الاوتيل. شو هالحكي؟ معقول اتركك تروح على الاوتيلات يا زلمه؟ بس والله خايف احرجكم. حاج تحكي هالحكي؟ بعدين رفيف والاولاد بيكونوا نايمين هلا. طيب وفينك تنام على كنبايهم. طيب هذا انت حبيبي؟ لا تعزقي حالك حبي، الخدامة بتسوي. الله خلص عمر، حاجة تتمقلس علي، ما بيكفيني الشرشحة اللي تشرشحتها. شو صار؟ أكيد راح رفيقك من الصبح وما قال لك شيء، ما هيك؟ راح من امبارح، ما قبل يضل، أخذته على الأوتيل. كنتي نايمة وقت اللي رجعت على البيت. هلا رح يحكي عني ويفضحني قدام الكل. تعرف حبيبي مستحيل بعد اليوم اجي لعندك على الشركه، واذا بدك كمان ما حد اطلع من البيت ابدا. تخيل شوفه بالصدفه ولي شو بصير. حبيبتي حسان محترم وما بيحكي، لا تشغلي بالك، ما حدا رح يعرف. ماشي
وانتي شو خطر لك لحتى تلبسي هيك تياب؟ شغلة بتضحك ما هيك؟ بتعرف انه لبست هدول التياب مشان ارضي جنابك؟ انا ماني حاببتهم بس لازم اعمل هيك مشان ما تتركني. ليش مين قال لك انه انا رح اتركك يعني؟ حنان؟ ليش هيك مبكرة؟ ها؟ ايه مزبوط والله. طيب انا كمان طالع هلا رح امره واخذ حسان من الاوتيل. ماشي معناتها بنوصل كلياتنا هنيك. طيب لا 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 انا جاهز. يلا انا دقيقتين وبكون تحت. طيب مثل ما انك شايف حبيبي اكيد رح تتركني. حبيبتي حنان زميلتي بالشغل واكثر من هيك ما في اي شيء تاني. ايه طبعا بس عم تشوفها طول الوقت كل يوم هي بوشك وقاعدين مع بعضكم. طبعا البنت حلوه شعراتها مزبطين مسشورين لانه كل يوم الصبح بتروح على الكوافير وايديها دائما منكرين وكل يوم بتحط لك لون شكل والمكياج تبعها على الليبرا وكل يوم عندها شيء جديد تلبسه. وبعدين بترجع وبتشوفني هيك شكلي كتير مبهدل لاني طبعا ما بفضى ولا لحظه زبط حالي من ورا الشغل والولاد وايدي شايف والمكياج انسى ما عم بشوف شعراتي ما عم بفضى سشوره وبنتك عم تستفرغ أتيابي. أنا كمان كنت مثلها من قبل بس هلأ كبيت كل شي ورا ظهري كرمالك أنت والولاد وبدل ما تقدر هالشي عم تقرف تبوسني وما فيك تقرب علي من دون ما تقرأ. شو بدي أحكي حبيبتي؟ أنت أحلى وحدة بنظري. لا تكذب علي روح هلا بلا ما تستناك بالشارع. يلا يلا روح معي. شو هاد اشتريتي هلا جديد؟ اشتريته مبارح. جربي اذا بدك. يلا هلا فرشي اسناني. كانه في ريحه شام يحترق. طوس بالفرن نسيته. يلا منك امي. امك هبله. شو امي عجبك؟ شايفة؟ حلوين عم يلمعوا لمع. عن جد؟ عن جد صاروا يلمعوا؟ يلا امي ما بدك تاكلي؟ يلا جاي فرجيني اشوف. اها عن جد كتير فرقوا عن قبل. شطورة ضلي جيبي لنا منه. انت بالبيت؟ افتح الباب لك ابني انا خالتك سعاد. مراد مراد وينك يا ابني؟ مراد ترجمة
الحمد لله. مراد، 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 مراد. لك عم تعطي أدوية منوّم. الله لا يوفقك مراد. مراد فتح عيونك ابني، رد علي سامعني. فيق حبيبي، أنا خالتك سعاد. مراد، مراد ابني، يلا فيق، يلا فيق حبيبي، خلينا نروح. يلا ابني، يلا يلا ابني حبيبي، فيق يلا، خلينا نطلع من هون. يلا يلا قوم حبيبي معي، قوم عود منيح. يلا قوم حبيبي، رح أخذك على المستشفى فورا. يلا قوم، قوم وقف على رجليك. يلا ابني خلينا نروح. كأنه نانا عم تنام منيح بهالفترة؟ ايه صارت عم تنام طول الليل. والولاد كمان نايمين. يسلموا ايديكي، العشاء كان كتير طيب. صح وانا حبيبي. انا كمان فايت نام حبيبتي، لانه تعبت كتير بالشغل. معك حق والله، لانه انا ما عم بتعب منوب. على القليلة خذ الصحن تبعك بس تخلص اكل. الله يصبرني. لك أضرب أنا وحظي. عمار، شو حبيبتي ليش تأخرتي علي؟ عامل كل هالشي مشاني؟ لأنك بتستاهلي هالشي. أنت أغلى حدا بحياتي وبدك تضلي هيك. قلك على شغلة، أنا ما بدي أفكر بوحدة غيرك، ووعك تفكري إنه يجي يوم وأتركك فيه. يا عمري عجبتك الفكرة؟ لحتى تعرفي قديش بحبك. بتجني. لساتني بحبك مثل أول مرة شفتك فيها. سعاد افتحي الباب. بعرف انك جوا. سعاد وينه مراد؟ وين اخذتي ابني مراد؟ مراد انا ما اخذته. مراد، مراد نايم جوا. نايم؟ نايم عندك؟ لساته تحت تأثير المنومات وبده يضل فترة لحتى يقدر يصحصح. الولد ما عم يقدر يحكي لأنك عم تخدره بالأدوية. أنا أعطيته كم حبة مسكن لأنه كان مريض. لا بالله عن جد شي غريب، مع أنه نتيجة التحاليل اللي عملناها طلعت غير شي، كان فيها مهدئات.
حكيك مو صح، عم تكذبي. خلاص ما عاد في داعي نكذب على بعضنا. ولمعلوماتك أنا بعرف كل شيء حتى أصغر التفاصيل. وشو بتعرفي؟ على شو عم تلمحي أنت؟ مثلا اسم مراد الحقيقي داريا، ما هيك؟ وأمه الحقيقية ما كانت هنا، كانت بنت مريضة وخطفتوا الولد منها، وبعدين انتوا سجلتوا على اسمكم. أنا هلأ صرت بعرف كل شيء جميل، كل شيء. تعرف شو مكتوب بهالوراق؟ المرحومة هيام من صغرها وهي متعودة تكتب المذكرات تبعها، وهون كاتبة كل شيء كان يصير معها، وكمان كاتبة عنك انت ومرتك. اليوم عرفت شغلة كتير مهمة. جارتنا هنا اسمها الحية وجدة، وكمان كانت تشتغل بمصح نفسي بأنقرة. كتير استغربت، ما توقعت منها هالشي. هدول ناس مجرمين، وابن مراد اسمه داريا، أبصر من أهله الحقيقيين، وأكيد انتقلوا من أنقرة مشان ما تمسكهم الشرطة. والكل بيفكرها منيحة وطيبة، بس لازم فهمها أنه أنا كشفتها. إذا مفكرة أنه رح مرق لياها بتكون غلطانة. إيه، بس كل شيء له تمن. شو يا؟ بدك تقتلني أنا كمان هلأ؟ في شي مهم لازم تعرفه. إذا صار لي أي شي، كون متأكد إنه النسخة الأصلية من هاي المذكرات بدها توصل لإيدين الشرطة دغري. هدول تخاريف مرة ختيارة، وما حدا رح يصدقكم. لما انقتلت أختي الشرطة ما كان عندها سبب مشان تشك فيك. بس هلأ جميل، إذا قروا هالوراق بدهم يعرفوا إنه جيداء. لا لا عفوا، قصدي هنا كانت خايفة من تهديدات أختي، والمشتبه الوحيد رح يكون أنت جميل. وأنت شو بدك مني؟ نفس الشغلة اللي أنت بدك إياها. تترك الحارة، بس بتترك مراد عندي. شو؟ لك شو عم تحكي انت؟ انت واحد مجرم وما عندك ضمير. مو بس قتلت اختي، انت اللي قتلت امه. بس خلص هلا انكشفت، وما رح اترك لك مراد، وما رح خليه يعيش معك. عم تفهم؟ بكفي اللي ساويته فيه. طالما انت متأكدة اني انا مجرم، ليش ما رحتي على الشرطة وبلغتي؟ انا قلت لك بدي اخذ مراد، واذا بلغت عنك وانحبست بده يعرف انه انا السبب، وقتها ما رح يسامحني ابدا. انا ما بقدر اتركه. مو انتو سرقتوه من امه المسكينة لانكن خفتوا عليه؟ وهلأ كمان اذا بتخاف عليه لازم تتركه. خلاص خليه يعيش، خليه يعيش من دون عقد الماضي. انت هلأ مجبور تعمل هيك شي جميل. طبعا اذا بدك تفوت على الحبس ما عندي مشكلة. بقدر شوف ابني؟ ليش حضرت جنابك خليتني شوفها لأختي المسكينة؟ اقلع من بيتي يلا، وأصحك تفرجيني وشك مرة تانية.
صباح الخير أخي. صباح النور. أنا جاية لشوف الست جمانة. مين إلا؟ إلا المدام ياسمين. بس بدك الصراحة أخي، نحن التقينا مرة واحدة وبيجوز ما تتذكرني هلأ، القصة صار لها فترة، بس بشو أحلف لك إنه أنا بعرفها وبدي شوفها وأحكي معها مشان قصة. شو بدك من جمانة خانم؟ ما فيني خبرك، عن جد ما بقدر أحكي لك لأنه الموضوع خاص شوي، ومشان هيك يعني الموضوع بخصني. لا تخاف، الموضوع ما إنه كتير خطير، مع إنه كتير بهمني لإلي. صدقني القصة ما رح تضايقها، بس وحياتك لازم شوفها ضروري وأحكي معها. بس لحظة. يسلموا. في وحدة اسمها ياسمين بدها تشوفك يا خانم. قالت إنه هي ما بتعرفك. شفت أنا ما قلت لك ما رح تعرفني، بس قلت لك الموضوع كتير مهم ولازم أحكي معها ضروري. بعتذر ما فيني فوتك، رجاء فهمي علي. أنت فهم علي، لك عيب عليك، معقولة تقلعني هيك؟ بس خليها تجي وتشوفني وأكيد رح تعرفني. بترجاك أخي، الله يوفقك. قلت لك ما بقدر فوتك، الله معك. لك إيش وأنا شحادة يعني؟ طول بالك شوي. اسمع، القصة كتير بتهمني وأنت باينتك ابن حلال وهالشي مبين على وشك. شو بدي أحكي له لهات؟ اسمع أخي، أنا بعرف حدا، قصدي إنه حبيته، بس وحياتك ما صار بيني وبينه أي شيء. طيب. وهذا الزلمة طلع قاتل واحد. أنا شو دخلني لحتى تحكي لي؟ لك إيه بتخليني كفي حكي بالأول لتفهم. مفروض إنك أنت حبيت واحدة وشكيت فيها، مو لازم تروح مشان تسأل عنا؟ أنا لا لي قدراني آكل ولا نام مثل العادة ولا أشتغل. لو سمحت. فهم علي، عم أقول لك ما حدا بيقدر يساعدني غير الآنسة جمانة وبس. والله حرام عليك، ليش ما أنك حاسس فيني؟ عم أقول لك ما رح أمشي لو سمحت يا خانم. شوفي شو اللي عم بيصير. ياسمين؟ ليك عرفتني؟ أنا شو قلت لك؟ ما قلت لك إنه إذا شافتني لا تعرفني دغري؟ بعتذر بس حكيها ما كان طبيعي، لهيك ما قدرت فوتها لجوا. شو قصدك يعني إنه حكي مو طبيعي؟ ليش أنا بشو غلطت؟ ولك عيب عليك؟ فوق ما أمنتك وحكيت لك مشاكلي الخاصة؟ خلص كازم، أنا بعرفها للمدام، روح. إيه؟ خير، شو اللي جابك لهون؟ وكيف عرفتي عنوان بيتي؟ بصراحة أمي عطتني رقمه لحمزة من كم يوم، وهو بيكون ابن رفيقتها، قصدي ابن جارتها بالحارة، اسمه حمزة، بجوز بتعرفي؟ خلاص ما كتير مهم، ما فيك تدير وشك شوي أنت؟ أنا بدي أحكي معك بخصوص غسان واللي صار معه، لأني عرفت شغلات كتير بتخوف عنه. الله يوفقك، ساعديني. طيب تفضلي فوتي. يعني فوت؟ الساعة. بابا. ياسمين. يا أهلين. بتكون جارته الغسان بالحارة. يا أهلا وسهلا. أهلين فيك. المدام ياسمين حابة تعرف كم شغلة عن غسان والمشاكل اللي صارت معه. عن جد؟ إذا بتريد تفضلي. ليش واقفة؟ يزيد فضلك. ليش مهتمة فيه وعم تسألي عنه؟ بصراحة القصة معقدة شوي ومشربكة ببعضها. هلأ غسان وقت اللي سكن بحارتنا نحن بلشنا نستلطف بعضنا شوي، وبعدين تقربنا من بعض أكتر. لا يروح فكرك لبعيد، ما في شي. أنا كان قصدي إنه الموضوع كان عادي وبريء. يعني كيف بدي أشرح لك ياها؟ طيب أنت شو حابة تعرفي عنه؟ غسان قتل شرطي، مزبوط؟ وقت اللي مسكوه كان في معه مخدرات كمان. أنا قريت الخبر من الجريدة، شفت فيها صورتك أنت والآنسة جمانة واقفين على باب المحكمة، وكنتوا طالعين بالصورة معه. لهيك حبيت أعرف شو القصة، وإذا عن جد غسان واحد مجرم ولا ماله علاقة بشي. رح أحكي لك عن كل شي. كل شي حكيتيه عنه لهلأ مزبوط. غسان انمسك وهو عم يجيب المخدرات لبنتي، وبعدين هرب، ولما لحقته الشرطة قتل الشرطي. يعني القصة مو دفاع عن النفس؟ يعني قتله قصدا؟ قتله هيك؟ طبعا عن قصد. طلعت غلطانة، قلت بجوز يكون في أمل. على كل اللي يسلمه، شكرا كتير، عذبتكم معي،
يلا بالإذن منكم. بابا ليش هيك كذبت عليها؟ لأنه إذا عرفت الحقيقة وقتها ما رح تتركه لغسان، وهيك ما رح يفضل يدور على القاتل. غسان ما لازم يعمل شي بالحياة قبل ما يلاقي لها المجرم، لازم يلاقيه وياخد بتار بنتي. فهمتي علي؟ ياسمين استني. صراحة أبي كان عم بيكذب عليكي، رح أحكي لك الحقيقة كلها. أختي فداء كانت مدمنة على المخدرات. فداء؟ غسان كان يحبها كثير وبده يتجوزها، بس هو قال لي إنه كان متجوز وإنه مرته ماتت. هو كان حابب يتجوزها بس ما زبطت معه. حطينا أختي بالمصح، بعدين هربت وما رجعت على البيت وبلشت تنام بالشوارع، وفوقه صارت تسرق كمان، مشان هيك انحبست. بس أبي قدر يطلعها من الحبس بالمصاري. بس لما كانت بالحبس اتعرفت على شرطي حقير كان يفوت لها المخدرات، وضل فترة طويلة وهو عم بيستغلنا وكان عم ياخد مصاري من أبي. ولما دري غسان بالقصة راح لعنده مشان يحاكي، والظاهر إنه نعلقوا مع بعض، موتته وهيك انحبس غسان بتهمة قتل. صدقيني ياسمين، القصة صارت مثل ما عم بحكي لك بالضبط. يعني غسان ما تاجر بالمخدرات؟ بالعكس، هو حاول يساعد أختي مشان تترك. وما قتل هذا الشرطي عن قصد؟ والطلقة طلعت بالغلط، حادثة يعني؟ معقول؟ صدقيني مثل ما حكيت لك. الحمد لله. قلبي كان حاسسني، كنت حاسة إنه غسان بريء ومستحيل يكون مجرم، كنت عرفانة إنه بريء. شكراً كثير، أنت غيرتي حياتي، ساعدتيني كثير، عن جد شكراً لك، شكراً كثير. سويت الجاكيت أخضر لأنه ما بعرف إذا زيزي حامل بولد ولا بنت. حاجة تطلع بنتائج تحليل حبيبي. ما رح تقدر تغير شي. في شي ما عم بفهمه ليرمين، واضح إنه في تناقض بالنتائج. بجوز لأنك متوتر وقلقان حبيبي. خلص طول بالك، هاي حياتي، كيف بدي طول بالي؟ بهجت. شو رأيك بس يدفى الجو شوي نبعت الولاد لعند أختك ونطلع على شهر عسل جديد؟ ها؟ أكيد رح تتحسن وقتها. لوين بدنا نروح؟ ما بعرف. شو رأيك نروح شهر العسل تبعنا على البحر الأسود؟ تتذكر قديش انبسطنا بهديك الرحلة؟ ماني متذكر هالشي. كل شيء أنا متذكره عن هاي الرحلة أنه كنت عم دوخ ومتضايق من السفر كل الوقت. ما هنيك متذكرة وقت اللي ضلينا يومين بالبحر؟ ضليت طول اليومين دايخ وعم بستفرغ. لو فوق كل هالشي سممت من الأكل تبعه. يعني هذا كل شيء متذكره عن شهر العسل تبعنا؟ شو عم بتبربري مع حالك؟ ولا شيء. لك أنا صحتي مثل الزفت وأنت بدك شهر عسل. بجوز معك حق. وقت اللي منحب حدا منتمنى إنه نقضي معه كل عمرنا، ومنوعد بعضنا وقت اللي منحب إنه نضل سوا على الحلوة والمرة. لبي.
وبالمرض والصحة. وشو ما كانت الظروف ما نجرح مشاعر بعض. ونضل سوا لآخر لحظة لحتى يفرقنا الموت. وما نفكر بالخيانة شو ما صار معنا. الحب الحقيقي بحياتنا لازم نتمسك فيه بكل الطرق. تعرفوا اللي بيلاقوا الحب الحقيقي بيكونوا كتير محظوظين. ياسمين، وإذا كنتوا من بين هالمحظوظين ولقيتوا الحب الحقيقي اوعكم تفرطوا فيه لأنه ما بيتعوض. أمولة وقت اللي بتحس حالة مالة بتلبس وبتزبط حالة وبتنزل على السوق لتتسلى، منه بتشتري شي جديد ومنه بترتفع معنوياتها وقت اللي بتشوف نظرات المعجبين حواليها. حلو، بجنن عليكي. الحقيقة كنت حابب أحكي معك بموضوع بس خايف تتضايقي مني وتبطلي تجي لعندي. شو بدك؟ شو الموضوع؟ كنت حابب أعزمك على فنجان قهوة بشي مكان، وإذا بدك فينا نتغدى سوا. بالله؟ أنا وياك؟ صاير لعقلك شي؟ شو بتحاكيني هيك؟ عجد أنت واحد قليل ذوق. لعما يا حبيبي، ليك اطلع فيني كتير منيح. بالله معقولة وحدة مثلي تطلع معها؟ مين يفكر حالك واحد قليل ذوق. خليني ساعدك. بعد ايدك، ما بدي تقرب مني منهم. ليك حبيبي، مد لحافك على قدك، ونصيحة لا تتطلع لفوق، ويا ريت تدور على اللي بيناسبوك. كل شي بدها يا أمل تشوف نظرات الإعجاب بعيونهم، بس ما بدها تتطور الأمور أكثر من هيك أبدا، لأنه مشاعرها وقلبها متعلقين بشخص وحيد، شخص ما نحاسس فيه ابنه. ولأنه أمل ما بتعرف تستسلم بسهولة، رح تضل تحاول مع غسان ورح تضل تدق بابه لحتى يحن عليها ويفتح لها بالأخير. بونجور مسيو غسان. أهلا وسهلا مدام أمان. كنت مارقة من جمع حل الفطاير، بصراحة كنت جوعانة كتير وكانت ريحتهم بتشهي، واشتريت كم وحدة ودغري خطرت على بالي، قلت الأكل ما بيحلى إلا إذا قاعدة مع شي حدا بحبه، لهيك جيت وجبتهم معي. ليش حسبتي حالك؟ شكرا. عذاب شو حياتي، هلأ بساوي لك بريق شاي بجنن كمان حدهم وبنقعد سوا على رواق وبناكلهم ماشي. ياسمين، أمال، ولك انتي شو فوتك على بيت غسان؟ بدي افهم. شو رأيك تسألي حالك هذا السؤال؟ لا عادي، بس كنت مارقة من قدام محل الفطاير، قلت لحالي بشتري كم وحدة للفطور وتذكرت غسان، لهيك حسبت حسابه كمان. تسلموا هالإيدين حبيبتي، ليش معزمة حالك معنا؟ حبيبي لو سمحت حطهم بشي صحن. ماشي. لأنه إذا ضلوا بالكيس بدهم يعفنوا. يلا يا روحي. تعي هون. ولك أنت بعمرك ما رح تزوقي؟ مو عيب عليكي؟ شو بدك فيه لحتى عم ترجعي على بيته؟ مو على أساس نحن صرنا إخوات؟ لك حبيبتي، مو قلتي لأنه تركتي وما عاد بدك يا لا ما بعيونك، شو وحدة وصولية. تفهمي؟
ولك عيب، يعني ما صدقتي كنتي ناطرة من الله أني أتركه مشان تطبقي؟ حبيبتي نحن رجعنا لبعض وتصالحنا، فهمتي شو قلت؟ ياسمين ارسي لك بقى على شي بلا نعرف شو بدك، لسا مبارح كنتي عم تقولي انك مخنوقة منه، وشي عم تقولي عنه مجرم، وشي انه ما عاد بدك ياه، شو حضرتك عم تتسلي فينا يعني؟ بعدين فضحت الزلمة قدام الجيران. بس خلص انا استفهمت عن القصة، وعرفت اني كنت غلطانة، غسان ما خصو بشي، لهيك تصالحنا ومشي الحال. لا مشو مجنونة. أنا حطيت الفطاير بالصحن، شو رأيكم نساوي شاي وناكل كلياتنا سوا؟ حبيبي لا تعذب حالك، أنا بساوي الشاي، أصلاً أمل ما بدها تعود، وبس تروح منشربه. يسلموا كتير على الفطاير. صحة ومليون هنا. يلا بشوفك ياسمين. الله معك يا روحي. يسلموا ايديك يا حبيبتي، عذبناكي معنا، ما رح انسالك ياها بنوم، انا كتير كنت مشتية على الفطاير. ان شاء الله سم الهاري على بدنك، قولي امين. ريتو على بدنك انتي. يلا روحي، الله معك، باي باي. لا مشو واطي لك، الهي وجاهي مولاي يا رب تغصي بكل قمة وما بيلحقوا يسعفوكي. تفو، انا فايتة مشان حط الشاي على النار. ياسمين دعي، مو وقت الشاي هلا. اذا كنت حابب تندهلا دهلا بتجي بتفطر معنا، انا بترككم وبروح على البيت. لا لا لا، القصه ما لها علاقه بأمل. ليك اذا مفكرني التقمت بوشها لأمل وقلعتها بتكون كتير غلطان، لانه انا ما بعمل هيك شيء، مع انه هي كتير بتغار مني وبتكرهني، بعدين لسانها كتير طويل، وهلا بدها تروح وتفضحنا وتحكي علينا قدام كل الجيران. بعدين ما بتعرف، بجوز الخانم تكون عملت لك سحر لتحبها وحاططه بالفطاير، وبس تاكلهم بجوز تبطل تحبني وقتها. تجوزيني ياسمين؟ أنا كتير بحبك. أنت عم تحكي عن جد؟ أنت بدك تتجوزني عن جد؟ إيه؟ إذا بتريد فيك تعيد لأني ما سمعت، بدك تتجوزني؟ انت اول بنت بتحرك مشاعري بعد كل هالسنين. لو تعرفي قديش بحبك، بحب هبلك عفويتك. انا حابب اقضي كل عمري معك وبس. شو موافقه؟ الله يوفقك، استناني شوي هلأ برجع. بس لحظة خليني انزل شوي وارجع. بحياتي خليك هون ولا تروح، هلأ برجع، خليك هون لا تروح. ياسمين لا معلش، سكوت. الله يوفقك حبيبي، خليك، ما رح اتأخر عليك بنوم. لحظة خليك شوي وراجع. أمال استني شوي. قولي مني حلي لحقتك. أنا آسفة كتير أمل، ما كان قصدي إني ضايقك، كان لازم أخبركم إنه تصالحنا ورجعنا لبعض. انصدمتي لما شفتينا، ما هيك؟ مشان الله لا تواخذيني أمولة، آسفة. يعني إذا بدك الصراحة انصدمت وقتي اللي شفتك. معك حق. ماشي، ولأنه عم تعتذري مقبول، ما في مشكلة، هالمرة خلاص رح مرق لك ياها مثل العادة، بتعرفيني شو قلبي طيب. يا عمري كبيرة يا أمل، كبيرة كتير، بتعرفي؟ هلأ تأكدت قديش بتحبيني. صحيح نسيت قلك أهم شغلة، نحن قررنا نتجوز. ليكو هلأ طلب إيدي فوق. شو؟
غسان بده يتجوزك؟ ايه شايفه؟ غسان بده يتجوزني. بتعرفي وقت اللي بده يحكي موضوع جدي شو بيطلع لذيذ، طلع فيني هيك وقال لي انه بيحبني كتير وانه ما بقدر يعيش بلاي. انبسطتي معي؟ يلا بشوفك بعدين وبحكي لك كل شيء. اه يسلموا ايديك على الفطاير، لو تعرفي قديش كان وشك خير علي. يلا لازم اطلع ساوي الشاي، ماشي؟ بشوفك. مرقي لعندي مشان احكي لك، ها؟ عبالك. اه بتحزيني. يا حرام شو صار فيها لما سمعت هالشي، وخصوصي انه ما كانت شايلة ياسمين من ارض ابنه. العب شو انك حقيرة. بس امل كانت عرفانة شلون رح تتجاوز الصدمة، صار عندها خبرة. ولحتى تنسى دغري بتلاقي بديل تاني، حتى لو كان هذا البديل مانو مناسب، المهم ما تلاقي حالة وحيدة ابنه. اهلا وسهلا مدام امل. نسيتي تاخدي اغراضك. بعرف، وليكني هلا رجعت مشان اخذهم. انا رايح ضبط لك اياهم. تفضلي، الف مبروك. ميرسي. تكرم عيونك. اوعك تنسى، بدي اشوفك على الساعه 5 اليوم، بنقعد وبندردش سوا. رح استناك على نار بالكافيتيريا اللي على الشط، لا تتاخر. طبعا ماما. بصراحة ما هان علي زعلك، بس لا يروح مخك كتير لبعيد. رح نشرب فنجان قهوة بعدين كل واحد فينا بيروح بطريقه. يعطيكم العافية. كيفك أستاذ مسعود؟ أهلين مدام. أهلين فيك حبيبي. أهلين حبيبتي. يعطيك العافية حياتي. كيفك؟ مشتاق كثير، وانت كيفك؟ رواق. سويت لكم قلب هالكيك مشان نحتفل ورجعت كمال عالشغل، شو رأيك حياتي؟ متأكدة مشان كمال؟ يعني مانك جاي لتراقبيني أنا وحنان، ما هيك؟ لا رح أزعل منك، هاد اللي طلع معك معقول أنا أتصرف بهي الطريقة الملعونة؟ لا أكيد ما فيني استنى. المفروض هالتقرير يكون على مكتبي من امبارح المسا، مزبوط؟ بتذكر من يومين جبتي لنا بركة بجبنة مو؟ وقبله تبولة ويلانجي، وهلأ جايبة كيك لكمال. صارت مناسبات كتيرة ورا بعض مو أكتر. أيوة خلص، يعني أنا مو من حقي خاف على جوزي واهتم فيه وبأكله؟ بلا. مرحبا رفيف، كيفك؟ أهلين حبيبتي. الحمد لله منيحة. عمر أنا راح أستقبل كيمو، رح تيجي معي لعنده؟ يلا لاحقك. عمر أنا راح أستقبل كيمو، رح تيجي معي لعنده؟ أساس بتعرفه من 100 سنة، عم هالبنت شو دبقة؟ هي دبقة عن جد، هي وحدة دبقة مو حلوة لتقوم تسمع. بدي لك مو فرقانة معي، أنا راح أخذ الكيك لعنده. عمر أنا راح أستقبل كيمو، رح تيجي معي لعنده؟ شو رفيف؟ باينتك هاليومين كتير متنشطة على الطبخ، يعني كل يوم والتاني بتعزبي حالك وبتجيبي لنا طبخة الشكل، شو كل هالنشاط يخزي العين؟ ليك حبيبتي انتي ما بتعرفيني منيح، انا عطول هيك نشيطة، ولما دريت انه كمال راجع على الشركة حبيت ساوي له قالب الكيك على ايدي، لانه احنا بنعرف بعض من زمان، انا ومرته كتير رفقات، بس لهلأ ما شفت حدا بيقول له كيمو، لانه مو حلوة ناخد وش لهالدرجة. طيب بس هو صحته مو كتير منيحة، كان لازم تحسبي حسابك، ما في ياكل هيك شغلات. عن جد كتير زعلتيني عليكي، باينتك ما بتفهمي بالأكل منوب. أنا ساويت له الكيك بطحين الدرة، إيه؟ بعدين حطيت فيه نقطة زيت مو أكتر. حياتي لا تشغلي بالك، إذا بدك دوقك منه قطعة. ليك شو بدي ساوي يا ستي؟ المعاملة مع الله. اسمعوني يا زملاء، من شوي اتصلت فيني مرته لكمال، كان رح يجي بس للأسف رجع انتكس. لا، والدكاترة منعوه يتحرك من البيت وخصوصي بهالفترة هي، ونصحوه انه يترك الشغل، اصلا هو كان ناوي يطلع على التقاعد. يا الله يا الله. ولبين ما نلاقي له بديل مناسب نحن بدنا نحاول نمشي الشغل بيناتنا، ماشي يا شباب؟ حسان انت رح تستلم هلأ ملفات قسم المحاسبة. حاضر استاذ. مسعود امرني. انت بدك تستلم البريد. وإدارة مكتبنا بإزمير رح تستلمها حنان. شكرا استاذ، بس ما بقدر زبط كل امور المكتب لحالي، يعني الشغل صار له واقف كذا شهر هنيك، وبدي حدا معي مشان يساعدني. فيكي تاخدي مين ما بدك. عمر
خليه هو يساعدني. طيب عمر بدك تروح مع حنان. لك علي، علي شو عم تسوي هون؟ شو اللي جابك؟ تعال توقف قدام الشباك بلا ما يطلع له اي هلا ويشوفك وتعمل لي مشكله. علي طمني شو صار معكم؟ حكيت مع رفيقتك بعدين؟ ان شاء الله قدرت تقنعها. ها يلا احكي لي شو صار معكم؟ اكيد وافقت واقتنعت ورضيت بعد ما شرحت لك كل شيء، ما هيك؟ انت بالذات ما بحق لك تحكي على الحب ابدا. تعرفي منيح قديش بحبك فراس، بس انت بالمقابل جرحتي مشاعره وتركتيه. شو متوقع مني يعني؟ نسيان شو وضعي؟ انا مره متجوزه وهلا صرت حامل، بدك يعني خونه لجوزي بس مشان يرضى المسيو فراس؟ ما قصدي هيك، بس على القليله كنتي فهميه هالشي من دون ما تجرحيه. حرام عليكي، روحي شوفيه، المسكين وضعه كتير بيقسي، حابس حاله بالبيت، لا عم ياكل ولا عم يطلع ولا عم يحكي. اجيت مشان اخدك وتحكي على رواق. انا كتير خايف يعمل شي بحاله. لا انا حكيت معه وحاولت فهمه بأكثر من طريقة، بس هو متنح وما عم يرضى يقتنع بحكي، وبصراحة أكثر من هيك ما بقدر أعمل. بعدين نسيان إني مرة متجوزة، كيف بدي فوت على بيت اثنين شباب لحالي؟ بالله جاد، بس من كم يوم إجيتي على البيت، وإذا بدك نمتي عنا كمان، وقتها ما فكرتي بجوزك ولا بوضعك، ولا الشغلة على كيفك وقت اللي بيخطر على بالك بتجي. هلأ صرتي شريفة يا خانم؟ ليك ولا ما بسمح لك تحكي معي بهالاسلوب، عم تفهم؟ روح اساله لشو رحت لعنده، وهلا نلعب من وشي. لا 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 حياتي، وقف لوين بدك تروح حبيبي؟ وقف. ولسه عم تسالي كمان، رايحه قلت له لهالازعر اللي كان واقف معك. وقف. شو قال لك هالحقير؟ اه؟ توسخ معك بالحكي، فهميني شو قال. لا لا ارجعي لهون ولا والله اذا مسكتك رح اخلص عليك. اهدى شوي وخليني اشرح لك شو القصه. هذا بيا بيع دواء، قصدي مندوب مبيعات، عم ببيع ادويه للتنحيف والرجيم، كان بده يعني اشتري منه علبه ودبني، مع انه اجي لهون اكثر من مره وقلت له ما بدي وفهمته اني انا حامل وما بقدر مشان ما ياثر على صحه البيبي. بتعرف هيك ادويه بتاثر على الحمل، بس ما كان يفهم علي العمى شو دبقه، ما قدرت اتحكم باعصابي وضربته على خلقته قد ما ضايقني. لا مشان هيك ضربتيه يعني؟ بدك تجرسينا بالحاره؟ ها كنتي قولي له ما بدي وخلصنا يعني لازم تضربيه. ايه معك حق، بس عم اقول لك ما كان عم يفهم علي ودبقني، مع اني قلت له اني انا حامل وما بقدر، ضل يوصفه راسي شي ساعة لهيك ضربته. لو اي حبيبي هدول المندوبين نفسهم اللي ضحكوا على المرحومة مرت عمي لحتى تورطت معهم، مشان هيك عصبت كتير وقلت يا بنت خدي بتار مرت عمك كان بيستاهل الكف. ولا تنسى الهرمونات تبعي بتخليني عصب كتير، بتعرف انت كل الحوامل هيك الهرمونات بتأثر عليهم، شو ما بتعرف الهرمونات بيزيدوا وبتخليهم يعصبوا هيك فجأة. خلينا نفوت، معدتي كتير عم تقلب. ما كنت عرفان انه اغراض المطبخ بدهم تنقايه كل هالقد، النسوان بيتعذبوا كتير. ما طبعا بيتعذبوا، معقوله انت حبيبي هلا رح تريد انه ستات البيوت شغلتهم صعبه؟ بصراحه ايه. خذ مثلا هالمثال، يعني اذا بدك تنقي طقم فناجين الشغله ما سهله ابدا. عجب؟ إيه لانه ما فيك تشتري حي الله شيء، بدك تنتبه على اللون وعلى الموديل تبعهم وعلى النقش اللي فيه. إذا اشتريت طقم وأخذته على البيت بدك تدير بالك، لأنه لونهم بجوز ما يتطابق مع صحون الكيك مثلا أو مع لون الصينية، لأنه إذا ما تطابقوا بتكون خسرت مصرياتك وما رح تستعملهم. حبيبتي رح نشتري كل شيء على ذوقك. إيه وافقت. إيه صحيح. هلا للتياب الوسخة مو بدها سلة خصوصي نحطهم فيها مشان الحمام؟ ايه 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 تعال نشوفهم. خلينا نشوف. هي كتير حلوة، هي ظريفة. ما هيك؟ ايه بعدين لونها كمان حلو، ما انا معجوقة كتير. طيب اذا عاجبتك خلص، بالاخير يعني هذا بيتك انت والاغراض لإلك، إذا كنت حاببها خلص خدها.
خلينا نشوف الباقي. طيب شوفهم. شو رأيك ناخد هاي؟ عن جد بدك هاي السلة؟ ايه؟ لا مو معقول، لأنه أنا أول ما شفتها عجبتني كتير، بس أنت كيف عرفت؟ ما بعرف، بجوز حسيت فيكي. عجبتك؟ ايه كتير. نرمين؟ نرمين الله يسامحك على هالعملة. ما قلت لي هيك من حدي وما تجي تسلمي علي، يعني بيصير هيك؟ لا تواخذني خليل، بس لو سمحت خلص أنا مقررة ما أحكي معك. بس فهميني أنا بشو ضايقتك. أنا إذا كنت غلط بحقك خلاص بعتذر منك وبوعدك إنه ما عاد عيدها، بس بترجاكي أنت بالذات ما تعامليني بهي الطريقة. أنت ما سويت شيء، قصدي أنت ما سويت معي شيء قصداً. بس الناس بلشوا يحكوا علينا، وأنا مرة متجوزة وعندي أولاد، ومو حلوة بنوب بحق يطلع لي صيت بعد هالعمر، لهيك أحسن شيء لا شوفك ولا أحكي معك. نرمين رجاءً استني شوي. يعني أنا ما بتصور إنه نحن عملنا أي شيء غلط حتى يحكوا علينا الناس. رجاء نرمين ما رح أتحمل تتركيني مرة تانية أبدا. شو جنيت خليل؟ ليش شوفي بيناتنا لحتى تحكي هيك؟ أنت اللي وصلتنا لهون. ما عم تفهم إني متجوزة وما فيني شوفك عطول. آخر مرة أجيت لعندك قلت لك ما بدي أكل، ومو معقول شو ساويت، صرت تطعميني بإيدك. وشافتنا جارتي وكانت رح تفضحني، بالزور لقدرت إقناعها إنه ما في شيء. لو عرف بهجة شو كنت رح ساوي دخلك؟ بس بدي أفهم ليش أكلاني هم واحد حقير مثل هاد؟ شو نسيتي إنه خانك مع واحدة تانية؟ هي قصة بيني وبين جوزي ومو مسموح تتدخل فيها. 100 مرة صرت مفهمتك إنه بهجة جوزي وأبو ولادي وأنا بحبه، وهيك مواضيع منحلها بيناتنا وأنت مالك علاقة. بقى يا ريت ما تتدخل، عم تفهم؟ لأنه أنا بحبه لجوزي، وشو ما صار لا تتدخل. عم تفهم شو عم أقول؟ ما في أي شي بيناتنا، ومن هلأ ورايح لا رح فوت لعندك ولا رح أخذ وأعطي معك، وإذا صدف ومرقت من حدك رح دير وشي وما رح سلم عليك، وما رح اشتري منك أدوية غير الأدوية اللي باخدها لبهجة جوزي وبس. وما بديك توقفني مثل ما سويت اليوم خليل. يا ريت تفهم هالشي. بس يا نرمين لك لا اتركي من ايدك. ليش؟ ما بيصير. خليني ساعدك فيهم. خلص حبيبتي اتركي. ما بدي. انا بطلعه. انا حابة ساعدك. ما بيصير، طول النهار وانت عم تتعذبي معي، وهلا بدك تشيلي الاغراض كمان. بس انا كنت مبسوطة معك. لا تزعل، أنا كنت حابة أقول لك شغلة بتخص قصة فداء، يعني مشان هذا المسدس اللي حاطه عندك. ما بدي إياه، يعني وقت اللي بتذكر إنه في عندك مسدس بخاف أطلع لعندك. أنا كتير بخاف من السلاح، وخصوصي إذا كان في مشكلة. بعدين ما بتعرف بجوز شي مرة بالغلط تتصاوب فيه عن جد. بلعلك يا يعني بدك يعني انسى القصة؟ اكيد لا، اكيد ما قصدي انك تنسى هديك القصة. ما بدي فوت بهيك مواضيع وخليك تتضايق وتزعل. هلا يعني شغلي مو سهلة بنو، انت من حقك تعرف المجرم وتمسكه، بس يعني كمان ما كتير تفوت بالقصة. خلي الشرطة تدور. ليك فيك تروح لعند الشرطة، فيك تقلن كل شي بتعرفه عن الموضوع مزبوط، وهن يروحوا يدوروا عليه. أنا بحبك كتير غسان، وبنفس الوقت خايفة أخسرك مرة تانية. خلاص
شو اقتنعت؟ اقتنعت وراح اترك القصة كلها للشرطة. يا الله شو بحبك عن جد، انبسطت كثير. بس بصراحة كنت خايفة كثير احكي لك، كنت خايفة تتضايق مني وتزعل اذا طلبت منك هيك شيء. ياسمين حبيبتي، انا كمان ما بدي اخسرك. يسلموا ايديك يا حبيبتي. صحة وهنا. يسلموا هالايدين. الف صحة وهنا. شو الظاهر، ما عجبتك القعدة معنا؟ صار لك ساعة واقفة على البرندة. لا شو هالحكي، بس كنت عم اتفرج على ياسمين. ليش هي رجعت من السوق؟ رجعت بس صار لها ساعة هي وياه، وعلى حركات بلا طعمة، شي بتحضنه هيك وشي ببوسوا بعض بالشارع. ما عيب عليها تتصرف هيك. طيب وانت شو دخلك فيها؟ لك لا مو قصدي، انا عم بحكي هيك لانه خايفه عليها. بتعرفوني قديش بحبها وانا مقدره وضعها، بس بتعرفوا الناس وحكيون، ومو حلوه بحقها، مو حلوه تطلع عليها شي كلمه بعدين بنتها صارت صبيه. والله امل معها حق، لسه ما صار بيناتهم شي رسمي ولازم تدير بالها على حالها. معقوله انت عم تفكري مثلها؟ شو بدنا بالعالم، المهم انه تكون ياسمين مبسوطه وخلص. مزبوط رفيف. هلا صحيح هي مبسوطه، بس انتي بتعرفي مو هيك انه الواحد لازم يحسب حسابه. لك اتركوها تتهنى معه، قليل شو تعذبت مع جوزها. شو بدنا بيحكي الناس هلا، بعدين غسان بيحبها وبينته كتير جدي معه. اتركوها تنبسط شوي. خليها تنبسط معه، يعني صدقوني يا بنات انا اكتر وحده بدي اياها تكون مبسوطه معه عن جد. بس المفروض تنتبه، لسه من يومين اجت لهون وصارت تحكي لنا انه طلع مجرم، وهالحكي صار قدامكم كلكم. شو دغري نسيتوا؟ وبدكم الصراحة أنا لهلا مرعوبة ونعزني قلبي عليها، الزلمة طلع خريج حبوس وقاتل. بس ياسمين حكت لي إنه هي فهمت كل القصة غلط، يعني الموضوع مو مثل ما حكى للمحقق وقت اللي راحت على القسم. ممكن. والله حبيبتي أنا مو هيك رأيي، بعدين ما في شي بنوب بيجي هيك، مو بيقولوا بالأمثال ما في دخان بدون نار؟ هذا رأيي. شو قصدك من هالحكي؟ وشو بده يكون قصدي؟ نيرمين؟ متذكرة شو صار من فترة؟ وقت تصوب بالسلاح وقال شو كان عم ينظف مسدسه. معقولة في حدا بيتصوب هيك؟ بصراحة أنا ما صدقت القصة بنوم، شو شايفنا أولاد؟ أنا كمان ما صدقت، لأنه بفهم بسلاح شوي وبعرف إنه ما في حدا بيتصوب ببطنه بالغلط، في شي مو طبيعي. لك دخيله اللي بيفهم أنا، تعي هاتي بوسي تعي. شفتوا؟ تعلموا منا. نرمي فهمانة وعرفانة شو عم تحكي وعم تفكر، عرفانة كيف تشغل مخها. قيموا لي هالقصة على جنب. متذكرين الذهبات؟ ذهبات المرحومة هيام، شو كانوا عم يساووا عنده بالبيت؟ فهموني، جاوبوني لشوف. مزبوط، بس أكيد في سبب منطقي لهالقصة، مزبوط يا بنات؟ شو هالحكي يا بنات؟ هلا كل شغلة بدنا نبرر له إياها، أكيد في سبب منطقي، بس هالزلمة مانو بريء من الموضوع بنوب، بس إذا بدنا نساوي مثل ياسمين ونصدق كل شي بيحكيه ونقول يلا معلش، ما رح تخلص القصة بنوب يا بنات، لك أنا خايفة عليها، والله خايفة عليها. يعني بعرف انه عم تسألوا حالكم انا ليش مكبرة الموضوع ومهتمة ومشغولة فيه كل هالقد. صدقوني يا بنات انا مزعوجة، كتير مزعوجة، يعني مزعوجة عليها. المسكينة كانت منهارة على الاخير، لو شفتوها حالتها كانت بتقطع قلب الكافر، كانت مصدومة وعم تبكي طول الوقت، عن جد كانت منهارة. لك حتى الحمامة كانت عم تتحمم مثل الخلا، ولما أنا شفتها مدري شو صار لي، كتير زعلت عليها كتير، وأنا خايفة إذا انصدمت مرة تانية ما تتحمل وتعمل بحالها شي لا سمح الله مثل المرحومة هنا. مزبوط يا بنات، أمل معها حق، بتعرفوا ياسمين شو حساسة، وإذا صار معها شي هالمرة بدها تروح فيها. رفيف ما بتتذكري وقت اللي عرفت إنه جوزها كان عم يخونها مع وحدة تانية؟ ضلت شي سنة على بكي ونواح. ها؟
ولك يا عيني عليكي شو بتفهمي؟ هذا قصدي. لكك اقتنعتي انه حكي مزبوط ولازم تنتبه. ليش؟ لانه ياسمين حساسة وقلبها طيب كتير وما بتعرف مصلحتها منيح، وانتو شايفين حالتها وقديشها متعلقة فيه. واذا انصدمت فيها المرة كمان انسوا انه كان في عندكم الفئة اسمها ياسمين. لهيك لازم نتصرف نحنا، لازم نوعيها من هذا الحقير. مزبوط. هلأ عن جد حكيك كتير منطقي، وبصراحة أنا بلشت خاف كتير على ياسمين. عن جد يعني لازم نوعيها للقصة. برافو عليكي، برافو، هيك بيكونوا الرفقات. عن جد انبسطت فيكي. إذا نحنا خايفين عليها لازم نوعيها، نحنا مثل الأخوات ولازم نخاف على بعض، وخصوصي بهيك موضوع، لأنه مو معقول نشوفها عم تروح للخطر برجليها ونحنا قاعدين عم نتفرج. ما لازم نسمح بهالشي. بعدين هي مين إلى غيرنا؟ آه نحن هلا مجبورين نوقف معها كلياتنا وما نخلي حدا يأذيها مره تانية اذا كنا عن جد خايفين عليها. مثل ما قلت لكم انا بلشت خاف. امل معها حق. لازم نحكي معها اليوم وما ناجل القصه. برافو نيرمين، هيك قصه ما بينسكت عليها ولازم نحكي معها اليوم. واذا بدكم رايي يا بنات، هلا بس تجي بتحكوا معها وبتقولوا لها كانك استعجلتي شوي، المفروض كان لازم تطولي بالك وما تاخدي هيك قرار بسرعه. مزبوط؟ مزبوط. بعرف انه هي متعلقة فيه كتير وبجوز تتضايق من حكينا، بس اصحكن تسايروا بالقصة. ها حكوا لها كل شي بالتفصيل لتغيروا لها رأيها. ليش انتي لوين بدك تروحي؟ خليكي معنا مشان تحكي انتي كمان وتقولي رأيك. لوين روحي؟ طبعا انا كمان بدي احكي معها، هيك موضوع ما بينسكت عليه، مو معقول اتركها وامشي. بس يعني انا بصراحة خايفة اقول. بجوز تفهمني غلط، يعني لانه هي بتتحسس مني وقت اللي بجيب سيرته. بس إذا أنتوا حكيتوا وفتحتوا مع الموضوع بالأول رح تقتنع منكم أكتر، وبعدين أنا بحكي وبقول رأيي. ما حق. بعدين شو الفرق؟ ياسمين أختنا كلياتنا، وإذا حكيتي أنتي ولا حكيت أنا معها نفس الشي، ما بتفرق بيناتنا. المهم نوعيها ولا تاكلوا هم إلا ما تقتنع بعدين. ياسمين ايه؟ خلص تركيهم جوا، بس طلع هدول الكياس بنزل وبرجع بطلع الباقي. طيب وبس خلص منروح ومنتغدى سوا. ماشي. ما بقدر. ليش؟ لأنه وعدت رفيف شوفه اليوم، وإذا ما رحت هلأ بجوز تزعل مني. يعني متفقين تجتمعوا هنيك؟ مزبوط. علاقتكم ببعض كتير قوية. كتير فوق ما تتصور. أصلا مو رفقات وبس، نحن مثل الإخوات، وأنا بعتبرهم مثل عيلتي وأكتر. ايه؟ خلاص حبيبتي، طالما انت مبسوطة معهم انا اكيد رح اكون مبسوط. حياتي. بس مشروع الغدا ما التغى. خلص رح ساوي لك اكلة بتحبه. يا ريت. يلا بدي روح، شوفك بعدين. رح اشتاق لك. وانا كمان. يلا باي. الله معي. القصة عجبتني. وقت اللي اشتريت بيتي دورت كتير وما ضل مكتب ما فت عليه، وفجأة اكتشفت انه عن جد اللي مرق بقصة البيوت، وعرفت كل بيت شو سعره واذا تأجر قديش اجاره. وعلى فكرة الشغلة سهلة، قلت ليش ما بستغل الموضوع لمصلحتي، وفورا فتت بالمصلحة. ليش انتي ما كنتي موظفة من قبل بمركز للتجميل مع هيك؟ ايه عرفت من هديك الشغلة، لأنه شي بيضيق الخلق، تجيكي كل وحدة قد البرميل وبتعي اشتغلي فيها شي ساعة. ايه كرهت حياتي، العقارات شغلة سهلة. من هلأ ورايح إذا دريتوا إنه في حدا بده يبيع بيته ولا بده يشتري فهموا لي شو القصة واتصلوا فيني مشان أعرف. ايه بيت أبو حسين، هدول اللي تحت بدهم يبيعوا البيت تبعهم. صار لهم فترة ناويين يبيعوا من بعد القصص والمشاكل اللي صارت بالحارة، وحملوا حالهم وتركوا البيت فجأة وانتقلوا من الحارة وبدهم يبيعوا البيت. عم تحكي عن جهد؟ ايه. ها اجت ياسمين. ايه هي اكيد ياسمين. يا بنات لا تنسوا شو حكينا هلا، اصحكن تنسوها، يعني بجوز تتضايق منا شوي وبجوز تبكي كمان، بس اصحكن لا تضعفوا واحكوا لها كل شيء ولا تتركوها لحتى تقتنع. ماشي؟ هي مخدوعة فيه ونحن رفقاتها ومن واجبنا نوعيها، لانه ما بدنا نخسر ياسمينتنا. مو يلا لنشوف. اتفقنا؟ خلينا نبلش. يلا روحي افتحي. يلا روحي. مرحبا ياسمين. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. يا الله شو اشتقت لي. وانا كمان اشتقت لكم كثير. مرحبا. يا اهلا حبيبتي. اهلا ياسمين. اهلا. هاتي عنك. كيفكم؟ فوتي. اهلا حبيبتي، كيفك؟ ان شاء الله منيحه.
مرحبا. أهلين حبيبتي. أهلين فيكي، اشتقت لكم كتير. لو تعرفوا قديش اشتقت لكم. ونحن اشتقنا لك. تشربي شاي؟ ايه والله يا ريت. تكرمي. ايه هاتي لشوف شو أخبارك حبيبتي، صار لنا زمان ما شفنا بعض. أنا جاية أحكي لكم أنه طلعت مشوار أنا وغسان. وإن شاء الله عوضتي اللي راح يعني. تفضلي. يسلموا إيديك. صحة وعوافي. أنا حابة لكم شغلة، شغلة بتخصني أنا وغسان يا بنات. ها، ونحنا كمان كنا حابين نحكي معك بنفس الموضوع. خير شو الموضوع؟ بلشوا انتو وبعدين انا بحكي لكم. يعني كنا حابين نحكي معك مشان. طيب ياسمين، يعني انتي هيك فجأة تصالحتي انتي وغسان؟ شو هالحكي؟ شلون يعني فجأة؟ ضليت شهر ما أحكي معه، شفتوا شو صار فيني. معك حق حبيبتي، طبعا كان عندك سبب لحتى تزعلي. ولو أي وحدة كانت مكانك بتتركه دغري. طبعا بجوز أكيد، لو كنت أنا محلك مثلا كنت نسفته من حياتي نصف من زمان كتير. إيه طبعا. بس بتعرفوا شغلة منيح اللي ما تركنا بعض وقتها، يعني قديش الله بيحبني لحتى خلاني أعرفه. غسان كتير منيح يا بنات، كنت حاسة بهالشي. يعني بس نحن حاسين إنه لازم تطولي بالك شوي لتتأكدي منيح. ليش؟ من شو بدي أتأكد؟ طبعا تتأكدي إنه عن جد بريء. ما هيك يا بنات؟ اسمعي مني، لازم تتأكدي بالأول وبعدين ما تستعجلي، يعني خدي وقتك. ولازم قبل ما تقرري تفكري منيح لتعرفي كل شيء، وقتها بتقدري تقرري. أنا هيك كان قصدي. يعني مشانك أنتي، مشان ما تنصدمي، بقصد ما بدنا إياكي تتضايقي كمان، وكلنا بصراحة خايفين عليكي. لازم تعرفي كل شيء وتعرفي إذا عن جد كان بريء. إذا ارتبطتي فيه وطلع بعدين مجرم رح توقع كل الشغلة براسك. لكي ياسمين، أنا إذا ملاحظة ما عم حاول أتدخل بالموضوع، يعني مشان ما تتحسسي من حكي، وخصوصي إنه البنات رفقاتك وبتهمهم مصلحتك. وإذا إجت النصيحة منهم وقتها بيجوز تقتنعي من حكيهم أكتر. لهيك ما عم بحكي. عن جد أنا بحبكم كتير. ونحن كمان منحبك. أنتوا أغلى حدا عندي بالدنيا. بتعرفوا شو قلت له لغسان من شوي؟ قلت له هدول عيلتي وبحبهم كأنه أخواتي. نحن مو بس رفقات، علاقتنا أقوى من هيك. أنا فهمانة عليكم ومقدرة خوفكم. أنتوا خايفين علي انصدم مرة تانية، بس أنتوا كمان فهموني. لما تجوزت كينان كنت صغيرة، وأنتوا بتعرفوا أحياناً بحس إنه بنتي ديما أوعى مني. كنت صغيرة وعلى إيدي بنت صغيرة. وراح خانني جوزي. يعني مريت بلحظات كتير صعبة وقاسية، ومع هيك قدرت انسى وطلعت من القصة بالأخير. قررت أعيش بس كرمال بنتي وتكون هي كل حياتي. ليش؟ أنا لساتني صغيرة ومن حقي أعيش حياتي. يعني لو الله ما بيحبني ما بيخليني أتعرف على غسان بهيك وقت صعب. كيف بدي احكي لكم؟ يعني من يوم ما تعرفت عليه حاسه الدنيا، لك حاسه حالي كانه عم طير. دائما في ضحكه على وشي، احيانا بتطلع على حالي بالمرايه وبسال انه عن جد هي انا. بدي اياه يضل جنبي على طول، واذا ضل معي بيدق قلبي بسرعه وبصير برجف كلي سوا. احيانا فكر حالي اني عم بحلم وما بدي فيق من هذا الحلم. أنا بحبه كتير. لما بيطلع فيني بحس إنه الدنيا، كل الدنيا عم تضحك لي إلي لحالي. في بعيونه تطليعة بتخليني أعشق حياتي. شو مبسوطة.
احذره شو قال لي اليوم. قال لي حكي كتير مهم. شو؟ لازم اقوله على الواقف. ايه غسان بده يعني نتجوز. ما صدقتي؟ ايه هلا هذا هو اتفاقنا. مبروك يا عيني. الف مبروك يا حياتي. الف مبروك ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. يعني هلا خلص غسان صار خطيبك وما حدا بحق له يحكي عليكم ويجيب سيرتكم. شو بدها بهالحكي؟ اسمعيني اضحك تضيعي لحظه وانبسطي قد ما فيكي. يا عمري انت. يا بنات انا هلا صرت مخطوبه. عم تحكي لنا القصه بكل رومانسيه. لك شهيتينا نحب عن جديد. والله شهيتينا الحب. يا الله يسعدك. عن جد تعالي امي. الله يسعدك حبيبتي. هاتوا سعاد. تعا ابني انا بالصالون. انت حكيتي مع بابا شي؟ عم دق له على الموبايل مغلق. تعود ابني تعود. اسمع مراد، انا وابوك حكينا واتفقنا انه تضل عندي هاي الفترة. طيب ليش؟ وين ابي؟ ما قال لي شيء غير انه متضايق وبده يسافر، وبهي الفترة بدك تضل معي. طيب ليش بابا ما خبرني؟ ليش هو مو ناوي يشوفني؟ يعني كيف سافر فجأة قبل ما يقول لي؟ شوف ترك لك هالعلبة، افتحها وشوف بجوز يكون تارك لك شي. مكتوب. بابا تارك لي مكتوب. لا عن جد؟ افتحه لنشوف شو كاتب. يلا مراد. ابني من يوم وفاة امك وانا اعصابي كتير تعبانه متوتره، لهيك بجوز احيانا كون ضايقتك. انت تستاهل اب احسن مني بكتير، وان شاء الله تفهمني شي يوم وتسامحني. انا ما بدي غير مصلحتك، لهيك لازم بعد عنك هالفتره وسافر.
وبغيابي سعاد خانه رح تدير بال عليك. خالتك سعاد منيحة، أنا بحبك كتير ابني. ملاحظة، بغيابي دروس منيح وخليك عاقل والعب طابة وداوم بالنادي. عم تفهم ابني؟ ابي تركني، ابي تركني. الاول امي وهلا تركني ابي. كيف يتركني هيك؟ كيف يتركني؟ كيف بيتركني؟ لك كيف يتركني ابي؟ لك مليون مرة قلت له انه ما بحب هالبوت، ليش جاب لي اياه؟ لك انا بكرهه لهالسلامة، بكرهه. منيح اني تركني. ابني بكرة المساء عثماني كون ناطرك بحديقة الألعاب.